مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده في مباراه هامه جدا 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 للاهلي ولكل عشاقه في كل مكان، الاهلي وكامبالا سيتي في تاني مواجهات الاهلي الافريقيه في دوري المجموعات ابطال افريقيا. عارفين حضراتكم المباراه الاولى انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي والترجي، وكل جماهير النادي الاهلي مستنيه مباراه النهارده ومستنيه يشوفوا الكابتن حسام البدري وفرقته هيعملوا ايه النهارده عشان يفرحوا جماهير النادي الاهلي. كلنا عشان فيك كابتن حسام وفي الرجاله الاهلاويه ان احنا نقتنص ثلاث نقاط مهمه جدا جدا هترجع لنا حاجات كتير قوي ما راحتش، لكن هزانا شويه. ان شاء الله الاهلي النهارده يعود بقوه ان شاء الله وباقناع كمان. كامبالا سيتي زي ما حضراتكم عارفين خسر في المباراه الاولى امام تاون شيب 1-0 رصيده من النقاط لا شيء، والاهلي يدخل هذه المباراه برصيد نقطه واحده وتصريحات هامه جدا للكابتن حسام بدري وايضا تصريحات هامه جدا للمدير الفني لكامبالا سيتي هنقراها لحضراتكم بعد ما نستعرض مع حضراتكم جرافيك هذه المباراه. زي ما حضراتكم شايفين مباراه الجوله الثانيه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله كامبالا سيتي في الاهلي الساعه الثالثه بعد قليل، والترجي وتاون شيب الساعة 9 مساء بإذن الله. نتائج الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا كان الأهلي والترجي زي ما قلت لحضراتكم 0-0، وتاون شيب وكامبالا سيتي تاون شيب كسب كامبالا سيتي 1-0. مازيمبي كسب 4-1 وفاك سطيف مولودية الجزائر والدفاع الحسني التعادل الإيجابي 1-1. ايضا مستمرين مع حضراتكم في توجو بورت مع الحريه كسب الحريه 2-1 وسان داونز والوداد المغربي تعادلوا تعادل ايجابي 1-1. زيسكو في منبابي 1-1 واول اغسطس في النجم الساحلي ايضا 1-1، كلها تعادلات ايجابيه. هداف دوري ابطال افريقيا لحد الان حميد حداد الدفاع الحسني 7 اهداف وهشام مولوديه الجزائر 6 اهداف وبين مالوجا مازيمبي 5 اهداف وزيكيرو ادمز زيسكو يونايتد 4 اهداف وماسوفا الدفاع الحسني 4 اهداف. مباريات الجوله الثانيه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله وفاق سطيف والمولوديه الساعه 9 مساء ان شاء الله، وايضا الدفاع الحسني في مازيمبي الساعه 9 مساء ان شاء الله. الوداد وتوجو في التاسعة أيضا الثلاثاء 15 مايو والحرية كل أعتقد مباريات في التاسعة أو معظمها. الحرية سان داون 6 مساء يوم الثلاثاء يوم 22 مايو بإذن الله. وأيضا مباباني سواليز أول أغسطس الساعة 3 بإذن الله، والنجم الساحلي وزيسكو يونايتد الساعة 9 يوم الأربعاء 16 مايو إن شاء الله. دي كانت اخر حاجه مع حضراتكم، استعرض مع حضراتكم بسرعه الاخبار والتصريحات. اهم اخبارنا النهارده الخطيب وتركي آل شيخ والعبار يستعرضون اخر تطورات مشروع القرن استاد النادي الاهلي اللي كل جماهير الاهلاويه بتستناه ان شاء الله. اجتمع المهندس اجتمع الكابتن الكبير الاسطوره محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومعالي المستشار تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي والاستاذ محمد العبار زي ما حضراتكم شايفين الفيديو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار أستاذ محمد العبار رئيس إدارة شركة إعمار. وتم الاطلاع خلال الإجتماع على آخر الترتيبات الخاصة بمشروع القرن استاد النادي الأهلي وعرض التصميمات النهائية والفنية للمشروع استعدادا لبدء التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية لأرض المشروع. عارفين حضراتكم أهمية هذا الاستاد هذا الكيان الكبير اللي كل الأهلاوية مستنياه ان شاء الله ينفذ اخيرا استاد النادي الاهلي. زي برضو ما حضراتكم عارفين الكابتن الخطيب اسطوره الكوره ورئيس النادي الاهلي بيولي اهتمامه الكبير لهذا الاستاد زي ما وعد كل الجماهير الاهلاويه. النهارده ان شاء الله الاهلي هيرتدي زيه التقليدي في الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وكمبلا الاوغندي والذي عقد مساء الاثنين. اسفر عن ارتداء الاهلي زيه التقليدي القميص الاحمر والشورت الابيض والجورب الاحمر وحارس المرمى الطاقم الاخضر كاملا. على ان يرتدي فريق كمبلا القميص الاصفر والشورت الازرق والجورب الاصفر ويرتدي الحارس زي ابيض. شهد الاجتماع ايضا التاكد او التاكيد على وصول الفريقين الى ملعب المباراه قبل انطلاقها بساعه ونصف الساعه لان تكون فتره الاحماء 45 دقيقه كلها يعني بتبقى شروط حضراتكم اكيد عارفينها دلوقتي.
من جانب اطلق او طلب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق الكره في اوغندا مزيدا من المساعدات والتسهيلات. الشوارع زحمه جدا في اوغندا، النادي الاهلي او اتوبيس النادي الاهلي تحديدا بيلاقي صعوبه في الوصول لملعب التدريبات وفي العوده لفندق الاقامه، عشان كده طلب المهندس خالد مرتجي زياده التسهيلات من الجانب الامن الاوغندي. وكما وجه مرتجي الشكر للنادي الاوغندي ومسؤوليه بعد المعامله الطيبه من جانبهم لبعثه الاهلي منذ وصولها الى العاصمه الاوغنديه. تصريحات مهمه جدا للكابتن حسام البدري، قال الكابتن حسام البدري ان الاهلي بيسعى دائما للفوز، وقال ان ما فيش قدامه اي حلول غير الفوز، حتى لو في غيابات وغيابات مؤثره كمان زي ما في غيابات علي معلول والنيجيري جونيور اجاييه وهداف الفريق اللاعب وليد ازارو، ولكن الكابتن حسام قال بالطبع غياب ثلاثه لاعبين اساسيين هو حاله صعبه جدا، لكني اعرف ان لاعبي الاهلي هم على قدر المهمه وعلى قدر المسؤوليه، ومن سيحصل على الفرصه سيؤدي بشكل جيد جدا، وده املنا وعشمنا في كل لاعيبه النادي الاهلي. افكركم بقائمه الاهلي في مواجهه كامبالا سيتي ان شاء الله النهارده: محمد الشناوي، شريف اكرامي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، واحمد فتحي، ومحمد هاني، وصبري رحيل، وباسم علي. في خط الوسط: عمرو السوليه، وليد سليمان، واحمد حمودي، وميدو جابر، حسام عاشور، اسلام محارب، وبكماني، واحمد حمدي. خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن. ان شاء الله كل التوفيق لهؤلاء النجوم مع الكابتن حسام البدري. غيابات الاهلي النهارده: يعاني الاهلي وجهازه الفني من مجموعه من الغيابات، حضراتكم كلكم عارفين الغيابات، اهمهم المهاجم المغربي الدولي ونجم النادي الاهلي وهداف الدوري العام وليد ازارو، والنيجيري جونيور اجاييه، والتونسي علي معلول بسبب الاصابه، كما يفتقد خدمات مدافع ايمن اشرف بداعي الايقاف. يعني لسه حالا دلوقتي حالا جاي لنا خبر ان الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اكد على اصابه احمد فتحي الظهير الايمن للفريق برشح في الركبه، ومن ثم خرج من تشكيله الفريق الاساسي امام مباراه كامبالا سيتي للاسف الشديد. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي بسرعه واللي طلع منذ قليل: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وصبري رحيل ظهير أيسر، ومحمد نجيب وسعد سمير اثنين مساكين، ومحمد هاني ظهير أيمن، حسام عاشور وعمر السلية، وليد سليمان، وميدو جابر، وباقة، ومروان محسن في غياب أحمد فتحي. مش عارف في إيه بصراحة. أقول لكم تشكيلة النادي الأهلي تاني: محمد الشناوي وصبري رحيل ومحمد نجيب وسعد سمير، محمد هاني، حسام عاشور، عمرو السلية، وليد سليمان، ميدو جابر، وباقة، ومروان محسن. دي تشكيلة نادي الأهلي، وشهدت قائمة خروج أحمد فتحي لرشح في الركبة. طاقم تحكيم جنوب أفريقي بقيادة الحكم فيكتور جوميز. فيكتور جوميز أدار مباراة مصر وأوغندا والأهلي والقطن في برضو دوري المجموعات الأفريقي السنة الماضية. بصراحة أصابت أحمد فتحي دي يعني حاجة زعلتنا كلنا أكيد. وصحيفة أوغندية تبرز عودة صانع ألعاب كامبالا سيتي أمام الأهلي، وتتحدث عن طموحات البدري. طبعا كل الصحف الأوغندية بيتكلموا عن أهمية هذا اللقاء، وبيتحدثوا عن عودة صانع ألعاب مازيمبي موزاميرو، بيقولوا إن هو لعيب كويس جدا، وهو كان لعيب افتقده الفريق في المباراة السابقة، لكن بيشهد هذا اللقاء عودة هذا النجم كما أطلقوا عليه، وقالوا أن آخر مباراة للفريق الكامبالي لا تعني أن هذا الفريق ضعيف، وأن الفريق سيكون بشكل آخر أمام النادي الأهلي. وأكدوا على تصريحات الكابتن حسام بدري وأنها تصريحات قوية جدا، وده الطبيعي جدا يا جماعة. تصريحات الكابتن حسام بدري المدير الفني لأقوى نادي في أفريقيا أعتقد أنها تصريحات طبيعية وتصريحات في محلها. إن شاء الله كل التوفيق النادي الأهلي النهاردة، حتى بغياب كل هؤلاء النجوم علي معلول الأزار وجونيور أجاييه، وانضم ليهم النجم أحمد فتحي. أيضا المدير الفني موتيبي لصحيفة نيو فيجن الأوغندية قال: أحتاج للفوز على النادي الأهلي اليوم، كله ليه حق الطموح المشروع وكله ليه حق الحلم، بس إن شاء الله مش هيحصل الكلام ده خالص، والأمطار تتساقط على كامبالا قبل مباراة الأهلي.
أمطار أيضا تتساقط على كامبالا سيتي قبل مباراة النادي الأهلي النهاردة في وقت متأخر من الليل. حضراتكم عارفين المباراة على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا سيتي قبل ساعة ونصف من الآن. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي وجماهيره. أيضا كابتن حسام بدري بيمنح لاعبي الأهلي حرية الإفطار من عدم. عارفين النادي الأهلي عنده تقاليد كده إن في فطار دايما في المعسكرات بيكون فطار إجباري، لكن النهارده كابتن حسام عمل الفطار اختياري، يعني اللي عايز ينزل يفطر ينزل، اللي عايز يريح لميعاد الغداء اللي هيكون في الحادية والنصف صباحا ينزل، لكن أكيد الغداء بيكون إجباري لكل لاعبي الأهلي. دي كانت آخر أخبارنا، كل التوفيق نادي الأهلي وجماهيره. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم والكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين والكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. فاصل واستنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، رحب بضيوفي الكرام نجوم الاستوديو التحليلي. هنتكلم فيه النهارده عن مباراه الاهلي وكامبالا سيتي، النجوم المشرفين النهارده كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن حميد، نور الدنيا. الله يخليك فيها. وانت كمان ايضا النجم الاهلاوي كابتن ربيع ياسين كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ميد، منور يا متالق دايما. التوفيق عادل عبد الرحمن نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن. كل سنه وانت طيب، وكل سنه والناس كلها طيبين، وانت طيب وبخير دايما. قبل ما نتكلم عن الحديث عن هذه المباراة أفكركم بالتشكيل اللي طلع منذ قليل. الكابتن حسام بدلي أعلن محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني باك رايت في ظل غياب أحمد فتحي الإصابة اللي لحقت بيه وخضتنا كلنا، إن شاء الله يكون متعافي في المباراة اللي جاية. سعد سمير ومحمد نجيب اثنين مساكين، وصبري رحيل ظهير أيسر، حسام عاشور وعمرو السولية اثنين ارتكازين، قدامهم ثلاثة وليد سليمان وباقة وميدو جابر زي ما هنشوفهم بقى في المباراة، واسترايكر وحيد مروان محسن. قدام حضراتكم التشكيل على الشاشة. أعتقد أن هو تشكيل معظمه إجباري للجهاز الفني للنادي الأهلي، لكن الكابتن حسام بدري قال زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل أي 11 راجل هيمثلوا النادي الأهلي وأي 11 لاعب إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية الفنية لفريق النادي الأهلي، وإن شاء الله يكونوا سبب في إسعاد جماهير النادي الأهلي النهاردة اللي ما فيش قدامهم أي حلول غير الثلاث نقاط. مباراة لا تقبل الإسمة على اثنين في كل الأوقات يا كابتن شريف. الحقيقة إحنا لينا باع كبير قوي مع الفرق اللي هي الأوغندية دي. تمام. دايما إحنا بيبقى عندنا ظروف، كانت وإحنا خاصة عندنا النجم ربيع ياسين هو هداف الفرقة وهو خارج جدالة، فكان دايما نلعب ظروف غريبة جدا مع فرقة أوغندا. هداف الفرقة إزاي بس فاهمها؟ يعني ربيع جايب جول أو اتنين وخارج جدالة اتنين في الفرقة الأوغندية، ومحمود الخطيب برضو كابتن الخطيب اتنين. إحنا كنا بنلعب في ظروف غريبة جدا، المطر بيندي، يعني أنا دلوقتي لو فتحت الماتش ولقيت المطر نازل كان في مطر بقى. ما تستغربش. وبعدين الملاعب هناك مش زي الملاعب الحديثة بتاخد المية وتشفطها وكده، لا إحنا كنا بنلعب والمية مغطية رجلينا وعايزين نخلص، يعني ما كناش بنبقى محتاجين إن إحنا نقعد يوم كمان، الأجواء ما كانتش تساعد. إحنا كان في ايام حرب اهليه في اوغندا، وربيع عارف كانوا بيسكنونا عند المصريين اللي عايشين هناك وشركه النصر تصدير واستيراد وكده، فكنا كل ثلاثه من الفرقه في شقه وفي اوضه، لا في شقه، واحنا وبعدين يلمونا ونتجمع ونروح نتمرن. فلينا ذكريات جميله قوي مع اوغندا، بننزل نيروبي وبعدين نركب طياره كده شويه ساعه، يطلع ولد اسمر زغنن كده يسوق بيك اللعيبه كلها. فعندنا شكل جميل جدا. كان اخر ذكرياتي كانت انا مع اوغندا دي، كنا مغلوبين 2-0 هناك ومن كورنرين، يعني اتلعبت كورنرين، ما كوره ما بتلعبش على الارض يعني. والخواجه كالوتشاو خارج في المطار قال لي كابتن شريف مستر شريف احنا خلاص اخرج بره بطوله. قلت له انت كسبهم 5 في مصر. قال لي قلت له ايوه احنا كسبهم. كان مين يا كابتن شريف؟ كالوتشاي. كان مدرب عظيم، جابوا لنا شيخ المدربين المجاريين، يعني كان جابوا لنا هيدي كوتي الله يرحمه. المهم احنا نزلنا مصر وكسبنا 5 الحقيقه. وكان بدايه زكريا ناصف في المباراه دي على ما اعتقد، وجود زكريا ناصف ضمن الفرقه يعني. محمد عباس طيب استكمل حديثي مع حضراتكم بعد ما اخد كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في اوغندا. كريم اهلا بيك يا كريم. كابتن ميدو اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبار من ضمن الاستوديو التحليلي.
كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع حسين، كابتن عادل عبد الرحمن، بيرحبوا بيك. وقول لي بقى الاجواء عندك، طمنا كده، طمن الجماهير. يعني ان شاء الله في البدايه كابتن بنتمنى تكون التوفيق معانا النهارده في المباراه. وعايز اقول لك كنا بنقول من كام يوم بنتمنى يكون الجو مقبول في يوم المباراه النهارده صباحا، كان في بعض الامطار، الشمس مش قويه قوي زي اليومين اللي فاتوا اللي احنا كنا متواجدين فيهم سواء على ملعب المدرسه البريطانيه او امس على اليوم الاول بالنسبه للتدريب على ملعب مانديلا لو سمع عليه المباراه. تجهيزات هنا مميزه، في تامين على اعلى مستوى، كان من يمكن امس كان المنتج رئيس البعثه شدد مع السفير طارق السلام ان يكون في تامين زياده شويه لان الطرق هنا زحمه جدا، الموضوع عشان تقدر تروح للاستاد بدون تامين ممكن الموضوع ياخد ساعه وساعه ونص، ودي كانت امر صعب شويه. شدد عليها المهندس خالد مرتضي ان يكون في تامين معانا النهارده، الحمد لله كان التامين مميز، السفير متواجد معانا هنا في الاستاد وصلنا بالفعل الى استاد فيلا. عايز اقول لك كمان الخبر اللي قلناه قبل كده ان الجمهور مش هيبقى متواجد بكثافه، وبالفعل احنا وصلنا الاستاد يمكن نقدر نقول 20 او 30 فرد متواجدين حتى هذه اللحظه. الفريق كمبالة زي ما احنا عارفين حتى لو في جمهور كبير والامور والصعوبات اللي بتقابلنا عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في الكابتن حسام البدري وكل اللعيبه ان شاء الله ان هم يعودوا بالثلاث نقاط المهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. التشكيل معايا تشكيل النادي الاهلي، قبل ما اقول لك التشكيل احمد فتحي كنا يعني فاجئنا بصراحه ان هو مش هيكون متواجد. ايه اللي حصل يا كريم؟ حسام سالت بشكل شخصي قال يمكن احمد فتحي اشتكى من حاجه، قال لي بالفعل احمد فتحي اشتكى قال ان عنده احتمال يكون جراحه في الركبه، اشتكى منه بعد التمرين امبارح بالليل كان في فرصه ان هو يكون متواجد بفريق التشكيل وبالذات اثناء التشكيل مع الكابتن حسام البدري، لكن خلاص يمكن الامور دخلت في المراحل النهائيه. التشكيل المكون كابتن ميدو من الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين محمد هاني، سعد سمير، محمد مجيد، صبري رحيل، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السليه، باكماني وعميدو جابر، وليد سليمان، مروان محسن، سياسه النادي الاهلي وليد اكرامي، صلاح محسن، احمد حمودي، احمد حمدي، باسم علي، واسلام محارب. زي ما بقول لك الامور ماشيه بشكل طيب وجيد. الكابتن حسام اختتم محاضرته الاخيره الساعه الواحده والنصف هنا بتوقيت في هولندا، تحفيز كبير للاعبين، تركيز كبير من اللاعبين، ظروف صعبه بتقابلنا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو، سواء في اللعيبه اللي بيصابه تمام الظروف الخاصه هنا بالرطوبه العاليه اللي احنا نوهنا عليها قبل كده، لكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يقعد هنا بثلاث نقاط. كريم قول لي بدلاء النادي الاهلي مره ثانيه لو سمحت. شريف اكرامي، صلاح محسن، تمام، احمد حمودي، تمام، احمد حمدي، تمام، باسم علي، تمام، اسلام محارب. ستة كده. طب كده ستة. واحمد فتحي كان خلاص كده. كان احمد فتحي موجود متواجد معاهم. ايه؟ هو احمد فتحي موجود بس احمد فتحي مش هيشارك يا كابتن، احمد فتحي اشتكى انت عارف ان هم 18 واحد في الفريق. يعني ست لاعبين اللي موجودين على دكة البدلاء. اتفضل يا كابتن ميدو. ست لاعبين المتواجدين على دكة البدلاء. احمد فتحي اكيد متواجد، يعني المفروض كان يكون متواجد على دكه البدلاء بس بعد الرشح اللي هو اتسكن منه بقى يكون في ست لاعبين فقط متواجدين على دكه البدلاء بالنسبه للنادي الاهلي، نظرا ان الكابتن حسام اتسحب 18 فرد في البعثه وشاركه هنا في مباراه كامباله في كابتن ميدو. تمام. يعني لو عندك اي اخبار يا كريم قول لي برضو، طمني على كل اللعيبه، على الروح المعنويه اللعيبه. كابتن حسام اتكلم مع اللعيبه، اخر كلام كان مع اللعيبه كان ايه؟ يمكن اخر الكلمات من الكابتن حسام البدري قبل ما ننطلق الى الملعب قال المباراه مهمه، مش عايزين نقول مباراه عنف وزياده او هذا الكلام، لكن المباراه مهمه. وده مثل الكابتن حسام للعيبه قال الولاد، وقال في المؤتمر كده قال الولاد اللي فازوا البطوله النسخه الماضيه ما حصلش على ست نقاط في اول مباراتين، لكن ان شاء الله انتم مركزين عندنا ثقه فيكم، وقال لهم ما تبصوش لاي امور جانبيه، الجمهور كان متواجد، الملعب لو في ازمه اي امور خاصه من كده احنا تعودنا عليها بشكل كبير، كلام تحفيزي بشكل كبير مع المهندس خالد مرتجي اللي كان له ايضا مع اللاعبين، قال لهم لابد من التركيز، العوده بثلاث نقاط هيصححوا المسار بشكل كبير جدا معانا في البطوله الافريقيه. وزي ما بقول لك يا كابتن ميدو عندنا امل وشايفين ولامسين من اللعيبه ان هي مركزه بشكل كبير جدا، وينقصنا التوفيق ان شاء الله يكون معانا، وايضا كمان اللي اكد عليه كابتن حسام البدري عداله تحكيميه ان شاء الله تكون معانا في هذه المباراه. تمام يا كريم، تمام. يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للفريق النادي الاهلي وكابتن حسام بدري. ولو في عندك اي حاجه يا كريم احنا مستنيينك في اي وقت. شكرا جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اوغندا. يعني اصابه احمد فتحي نقصت العدد واحد. هو هم كام 19 لاعب ولا 18 لاعب؟ 18 لاعب.
بص هقول لك على حاجه عشان ما نطولش على بعض. احنا النهارده قدام الشكل اللي احنا عملناه التعادل في مصر مع الترجي ده شكل مش وحش، انما هم اتغلبوا من بتسوانا دي في 1-0. احنا عندنا حذر كتير قوي من المباراه النهارده، وخاصه في الدقائق الاولى، ان احنا عايزين نمتص الغضب اللي هم اتغلبوا فيه، وخاصه وسط جمهورهم وارضهم، وانت عارف الامطار اللي انا كنت لسه بكلمك عنها وارضيه الملعب. احنا لازم عندنا بس حذر شويه في اول مباراه، وبعد كده انت امكانياتك مع الفرق دي والخبره اللي بتقول ان احنا احسن منهم كتير قوي، ثم يبقى عندهم حاجه عايزه اثبات وجود قدام جماهيرهم وقدام الشكل في البطوله وكده، فبيتوسموا في نفسهم ان هم يكون لهم على الاقل اي شكل ايجابي. تمام، هنرجع نتكلم في كل التفاصيل بعد ما اخد راي كابتن ربيع ياسين برضه في المباراه بصفه عامه. الاصابات قاعد معاك 6 لعيبه برضه، الظروف طبعا برضه يعني صعبه شويه، لكن بامر الله تعالى احنا قادرين ان احنا ناخد اللي احنا عاوزينه من المباراه، وده مهم جدا عند الخبرات اللي موجوده عند حسام البدري، خبرات اللعيبه. الاهلي يملك ثقافه التعامل، ثقافه الفوز، مهم جدا ان انا النهارده بماتش بعنوان ان انا ازاي فنيا اتغلب على هذا الفريق في وسط ارض وجمهوره واخد 3 نقاط. ده العنوان الرئيسي بتاع ان شاء الله المباراه باذن الله تعالى. المباراه لا تقبل اسم على 2 ان شاء الله. فطبعا اكيد لما نتكلم في الشكل الفني والتحضير الفني والجوانب بقى الفنيه كلها في كلام كتير جدا لازم نتكلم بامر الله تعالى. اكيد الكابتن حسام ان شاء الله محضره مع اللعيبه، يعني مهم جدا ان شاء الله تفاعل الاثنين، ترابط الاثنين اللعيبه مع المدرب النهارده، منه يوم مهم جدا في 90 دقيقه فيها شغل فني باذن الله تعالى. اكيد كابتن حسام خلال المباراه اللي قدام بتاع حسام غالي استفاد بشكل كبير جدا من مجموعه من اللعيبه حضرها، وشفنا صلاح محسن بهدفه العالمي اللي جابه ده برضه يديله دفعه كبيره جدا بامر الله النهارده يكون بديل النهارده مهم جدا. فالتشكيل مع التوظيف مع اداره المباراه مع التغيير الايجابي باذن الله تعالى مع الخبرات الكبيره اللي موجوده من الطرفين المدير الفني واللعيبه، نقدر بمشيئه الله تعالى ناخد ال3 نقاط اللي احنا عاوزينهم ونخرج بيهم على خير بمشيئه الله تعالى. اكيد كابتن عادل. يعني انا شايف ان اهم مباراه في دوري المجموعات بتبقى المباراه الثانيه على الاطلاق، بمعنى المباراه الاولى دايما بحلوها او مرها على اي تيم، يعني خساره او مكسب، ففي المباراه الثانيه هي الاهم اللي هي اللي بتوديك هل هتعاني او هتعدي، انت فاهم؟ فالمباراه النهارده افتكر بعد نتيجه الترجي افتكر ان النادي الاهلي محتاجها، محتاج انه يكسبها علشان يبقى عنده ارتياحيه انه يلعب في الدوري المصري. دي حاجه. الحاجات الثانيه المهمه انك انت بتلعب تيم متمرس على الخساره بره بس، لكن عنده في ملعبه بيكسب 1-0 في دوري في الادوار الاولانيه، خسر بره 2-0 من كان بطل مدغشقر 2-1، وبعدين كسب 1-0، وبعدين سان جورج اثيوبيا برضو اتعادل 0-0، وبعدين كسب 1-0، وبعدين خسر بتسوانا 1-0 كسب 1-0 فريق بتسوانا، وصل للدوري المجموعات. اول مباراه اللي راح مع بتسوانا اللي هو خسر 1-0 دي، خسر اول 3 بونت. عنده على ملعبه خطوره بالغه على النادي الاهلي، بيعرفوا يعملوا كور ثابته دفاعيه وهجوميه، بمعنى ان هم طول الوقت في حته الكورنر وحته الفاولات اللي هي الاماميه من اي مكان هتبص تلاقيهم بيحط الكره جوه ال 18، بيعملوا كثافه عدديه وقوه واستحواذ اللي هي الكره الافريقيه القديمه اللي هو اللي هي فيها بالذات على ملعبهم الحماس والقوه، ويحط الكره في المنطقه الثانيه ويعملوا الضغط عشان الكره الثانيه ياخدوها علشان يقدروا يجيبوا جون. دي لعبهم اول حاجات الثابته فقط، لكن افتكر ان النهارده النادي الاهلي يجب ان هو ما يتسرعش في المكسب، يهدى طول الوقت علشان ما يدخلش فيه جون الاول، وبعدين يشتغل سيناريوهات ان هو ممكن يلعب على المرتده يكون. تمام، هنتكلم برضو بالتفصيل يا كابتن عادل. يعني عايز اقول لكم الغيابات مؤثره، الغيابات لما تتكلم في 5 لعيبه مؤثرين جدا اساسيين جدا، لا الغيابات مؤثره، وبصراحه يعني ربنا يستر في المباراه، لكن طبعا اللعيبه على قد المسؤوليه. لعيبه رجاله، ايا كان مين اللي بيمثل النادي الاهلي، لكن 5 غيابات، وليد ازارو وجونيور اجاييه وعلي معلول واحمد فتحي وايمن اشرف، 5 غيابات اساسيين يا كابتن شريف. ده مش من النهارده بس يعني، لا يعني زادوا النهارده فترة. احمد فتحي انا بعتبره ان هو لاعب يعني 2 لعيبه في بعض بصراحه. طيب بس وكل كل اللعيبه طبعا في الوقت ده بالذات من السنه
لازم يتعرضوا للشد، يتعرضوا للاصابات، يتعرضوا لحاجه مفاجاه كده زي اللي حصل احمد فتحي، ده طبيعي يعني. بس انا عايز اقول لك بصراحه يعني محمد هاني وسعد سمير محمد نجيب وصبر رحيل برضو الناس دي اثبتت دايما ان انت لما بتطلبهم في اي وقت وخاصه بره الملعب بيبقوا منتهى الرجوله يعني، بيبقوا عندهم شكل المسؤوليه يعني. فانا عجبني عادل لما قال لك انا مش عايز النادي الاهلي النهارده يستعجل المكسب، يشوف ظروف الملعب شكليه. وانا قلت لك ارضيه الملعب دي بتتحكم في مباراه اليوم، وعادل شرحها 110 10. الفرقه دي عامله زي الفرق الانجليزي، يروح مديك الاوفر اللي هو عند ال 18 ويهزك، فانت ترد يروح يا شايط واحده يا يعمل لك اي مشكله، ومستغل ان انت مش عارف تاخد الارتياحيه بتاعتك في الملعب انك انت تلعب الباص السريع. انما الاهم من ده كله هو مفتاح الجيم كله الضغط على الفرقه. يعني يا كابتن شريف قبل ما نتكلم على مفتاح الضغط ومفتاح اللعب، خمس غيابات باضافه احمد فتحي، انت شايف اللعيبه الموجوده متفقين يا كابتن؟ لا يعني من ساعه ماتش الزمالك الناس من ساعه ماتش الزمالك واحنا بيقع مننا اللعيبه، فكل ده بيتغير لدرجه ان احنا واحنا قاعدين هنا في الاستوديو قلنا ايه، طب ما تيجي نلعب 4-4-2، طب ما تيجي نخلص بقى من 4-2-3-1 دي للظروف اللي احنا فيها، لان الامكانيه بتاعت حسام عاشور وعمرو سليم مفيش قدامهم لا بلاي ميكر ولا سترايكر في محطه جامده. وطالبنا بعد كده باتنين فراوده اللي هو مروان محسن وصلاح محسن، على اساس ان يثبتوا ان لو انت عندك المفاتيح الفوز حتى من الاجناب اللي هي بتطلع يمين وشمال، فتحي او هاني او باسم علي وصبر الرحيل اللي هو موجود، ومفيش علي معلول اللي احنا بنتكلم عنه ده بقالنا فتره، هو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه. الزياده العدديه جوه منطقه الجزاء هي اللي بتحدد لك انت ازاي تقدر تكسب اي فرقه. فشكل الغيابات ده موجود، بس ده الواقع اللي عندنا يعني. وفي حاجه ثانيه كلنا بنقول عليها، الاهلي بما حضر، ما هو اللعيبه اللي موجوده دي ما شاء الله برده لعيبه اساسيه ولعيبه على يعني بتقدر تاخد منه 40 دقيقه 70 دقيقه 60 دقيقه على مستوى عالي قوي. هي بس حته ان انا لما بضغط وما بديش مساحات لفرق زي دي في ملعبها، اعتقد ان احنا يبقى لنا شكل تاني خالص. تمام كابتن ربيع، لو بصينا لتاريخ مواجهات الاهلي والفرق الاوغنديه، لو حضرتك عندك الورقه ممكن تقولهم لنا. كانت المواجهه الاولى في 81، المواجهه الثانيه كانت في 86، المواجهه الثالثه كانت في 88. يا خلي بالك المواجهات كلها كانت على ارض اوغندا بتبقى صعبه، الاجواء هناك مختلفه، ومعظم الماتشات اللي لعبناها هناك كان فيها كانت نتائج سلبيه، كنا بنكسبهم في مصر. وكمان الكره الاوغنديه تطورت قوي يا كابتن. تطورت طبعا، شفناهم في كاس امم 2017 الجابون يعني تعبونا منتخب لما كسبناه 1-0 تقريبا في الدقيقه الاخيره عبد الله السعيد. كل حاجه، لان انت على الجوانب على المستوى الخططي بالنسبه للمدربين هم بيجيبوا مدربين كبار دلوقتي، على مستوى الملاعب بقت احسن بكتير، الملاعب دلوقتي متساويه، على المستوى الخبرات انه بقى عندهم خبرات كبيره جدا، على المستوى الاحترافي انه بقى عندهم لعيبه محترفين كتير. افريقيا بتغزو اوروبا في عدد اللعيبه، كل افريقيا منها اوغندا الكوره فيها عندها كوره كويسه، عندها كوره بتجمع حاجات ما بين العنف والشراسه والمهاره. هو دلوقتي بالاضافه للجوانب الخطيه عن طريق المديرين الفنيين الكبار والمشهود لهم بالكفاءه اللي موجودين في اوغندا، فزائد برضه عندهم حماس جمهوري وملاعبهم ضيقه صغيره مش واسعه، واخد بالك؟ عندهم تطور غير عادي في اشكال اكيد هيوصلهم ووصلهم. لكن المواجهات كلها الحمد لله في النهايه باستثناء خروجنا يعني باستثناء المواجهه الاولى خسرنا 2 وكسبنا في ماتش 5 نايل بريرز. ده ماتش ده خلي بالك كان ظروف ليه ظروف خاصه، كنا كل ثلاثه عند بيت مصري موجود، كان في حرب اهليه، رحنا لقينا حرب اهليه واخد بالك، فكنا نتجمع على ميعاد التمرين ونتفرق، كان في حرب اهليه فعلا من الساعه 6 ممنوع الخروج، كان له ظروف كسبناهم يعني اتغلبنا 2 وكسبنا 5 في القاهره. المواجهه الثانيه طبعا برضو يعني برضو نقول برضو نفكر الناس باللي سجل اهداف يا كابتن ربيع. كابتن محمود الخطيب هدفين، وكابتن مصطفى يونس هدف، وزكريا هدف، ومحمد عباس هدف. تمام اكمل بقى المواجهه. اتفضل. المواجهه الثانيه برضو كانت في بطوله افريقيا، فريق اكسبريس في دور 32 اكسبريس. تمام. 86 الاهلي فاز 2-0 بهدفي خالد غض الله، وخسرنا 1-0 في هناك في اوغندا، وده برضه خلي بالك كان ماتش صعب جدا. انا فاكر الكابتن جوهري الله يرحمه، احنا اتغلبنا 1-0 الشوط الاول، دخل بين الشوطين الكابتن جوهري ما كلمناش في فنيات، كلمنا في تكسير اوضه وبتاع ازاي وهنطلع وانا 1-0 وهم طبعا واخد بالك في الشوط الاول 1-0 كنا قريبين جدا ان يسجلوا. كابتن جوهري اول مره يخرج عن شعوره، اللي كان ادائنا كان سيء جدا هناك برضه ارتفاع
واخد بالك هناك الامور كانت بتبقى صعبه جدا هناك. فادائنا الفني ما كانش على مستوى. الشوط الثاني مسكنا نفسنا وقدرنا نخرج بالعافيه بواحد. كابتن جاري عمل ايه يا كابتن؟ لا ده كابتن جاري ما شفتوش الاوضه، ده الاوضه اتكسرت على كل لعيبه والله. والله ما ببالغش بقول يعني، فاكر فعلا المواقف بتاع اوغندا كلها واخد بالك، لانه طبعا يعني عيب ان فريق بحجم النادي الاهلي يخرج من فريق في اوغندا او كره الاوغنديه. فكان ليه عتاب كبير جدا، كنا في وسط النجوم ولا نجم، ولا نجم قدر يقول لكابتن جاري حاجه من احترامه وشغله. ودي كانت اول مره كابتن جاري يخرج فيها عن شعوره. اه طبعا كابتن جاري كان ليه اوقات في بعد في امتى اخرج وامتى ما اخرجش، وامتى اتكلم فنيات وامتى ما اتكلمش. وكان طبعا النتيجه ان احنا الشوط الثاني تماسكنا وكان ادائنا افضل واحسن، وقدرنا ان احنا نخرج ب 1-0 ونكسب نتيجه المباراتين. تمام. الثالثه اتفضل. الثالثه طبعا في 88 في اوغندا اتغلبنا، كسبنا في مصر كام في دور مباراه الذهاب في اوغندا نتيجه 3-2. ايوه سجل ايمن شوقي وحماده المصري وابراهيم حسن. ايوه مظبوط هناك مع الكابتن نور السلامه. وبعدين جينا كسبنا في مصر 3-1، ايمن شوقي وطاهر ابو زيد والنجم ربيع ياسين سجل الهدف. شفت جبت الجون ده ازاي؟ الجون فاكره؟ الجون جبته بدماغي يعني. بقى المواجهه بقى الرابعه دي كابتن ميدو دي بقى سيئه، لان احنا خرجنا بضربات الجزاء واخد بالك؟ وكسبنا يعني هنا كسبنا 2-0 وكسبونا 2 هناك، وبعدين سجل ضربات جزاء كسبهم اللي ضيع بقى النجمين محمود صالح وربيع ياسين ضربات جزاء. ما لحقتش تجيب جول؟ لا معلش يا لازم ما لحقتش؟ لا ما انت مين قالك تجيب سيره الماتش ده؟ لا لازم بص التاريخ لازم يتقال والصح لازم يتقال. في المواجهه الخمسه، المواجهه الخمسه طبعا فيلا الاوغندي اتعادلنا سلبيا في اوغندا، وبعدين كسبنا في مصر 6-0. سجل الاهداف طبعا عماد النحاس وعماد متعب وكابتن محمد ابو تريكه ومحمد بركات. دي اخر المواجهات، لكن الحمد لله العامل الايجابي اكبر من السلبيات اللي عندنا بامر الله. تمام. كواليس كتيره جدا بين الاهلي والانديه الاوغنديه نتعرف عليها من خلال التقرير اللي هتشوفوه قدام حضراتكم دلوقتي. يسطر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال تاريخا جديدا عندما يخوض المواجهة الأولى أمام كامبالا سيتي في مشواره القاري. للمفارقة المواجهة تأخرت بين الفريقين لمدة 40 عام، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في نسخة عام 1978، إلا أن الأهلي اعتذر حينها عن المشاركة في المسابقة. الزيارة ليست الأولى لنادي القرن في إفريقيا لدولة أوغندا، فقد سبق وأن التقى بفرق من أوغندا في العديد من المناسبات. المواجهة الأولى أمام نايل برويرز في دور 16 لأبطال الدوري 81، المواجهة الثانية كانت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكانت أمام فريق إكسبريس في دور 32 في نسخة عام 1986. تجددت المواجهة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وكانت عام 1988 في دور 16، وبذلك التقى الأهلي بفرق من أوغندا في 10 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وخسر في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة. سجل الأهلي 21 هدف بينما استقبلت الشباك 11 هدف. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير للمواجهات المصريه تحديدا النادي الاهلي مع الانديه الاوغنديه اللي اتكلموا عليها الكباتن كابتن شريف وكابتن ربيع. كابتن عادل يعني شايف كل المباريات الذهاب فيها قلق شويه؟ اكيد علشان طريقه اللعب بتاعتهم والملعب دايما والكره نفسها اللي بيلعبوا بيها ما كانش فيه استنبل للكره زي دلوقتي. ممكن تبقى فيه كرة واحدة بيلعبوا بيها بطولة افريقيا نوع واحد، لكن انت كنت في كل ملعب تلعب. يمكن المباراة اللي حكى عليها كابتن ربيع اللي احنا خرجنا منهم هناك كانوا بيلعبونا بكرة اللي هي عارف بس دي كانت مباراة رايح جاي يا كابتن ربيع. مش في مجموعات، لا رايح جاي محتاج منها 3 نقاط. عشان كده الوضع مختلف، تخرج بس الوضع برضو يعني انت بتروح له بيجي لك. ايوه
فانت بيجي لك انت يعني مثلا لو خد منك نقطه هناك هتاخد منه ثلاث خلاص هتطلعه. انا قصدي هنا الموضوع مختلف تماما، انت محتاج ثلاث نقاط، مفيش اي مجال للريسك، مفيش اجوال، يعني انت تجيب جول واحد لكن انت كنت بتلعب معهم دايما في حساب الاهداف الزياده. بالظبط بالظبط. فانا بقول لك كان في عندهم مشاكل كثيره قوي. الملاعب بيبقى فيها مشاكل، دايما الملاعب ما بتبقاش كويسه واحنا ملاعبنا كويسه فبنروح هناك يبقى مباراه صعبه عليك. كان حتى ده اللي انا بتكلم فيه بقى، حتى الكره نفسها ده انا بتكلم فيه. اتفضل. يعني اللي احنا هناك بتروح مثلا تتعادل تخسر، انت عارف تكسبه في القاهره، لكن انت رايح النهارده محتاج ثلاث نقاط عشان مش عارف الظروف اللي جايه ايه. عشان في ترتيب. قول لي كم؟ قول. لا قول اتفضل. ما انا خلاص كده. انا مش فاكر كنا بنقول ايه. انا بقول لك انت بتتكلم، فانا بقول لك اهميه المباراه للنادي الاهلي غير مباراه اللي الكابتن ربيع والكابتن شريف اتكلموا فيها، ان هو كان عنده فرصه ان هو مثلا لو اتعادل هناك يجي القرار يخلص عليه، لكن انت بتروح رايح هناك محتاج ثلاث نقاط، مفيش اي مجال ان انت. احنا اتكلمنا يا كابتن. احنا قلت، يمكن انا قلت في اول كلامي، قلت المباراه رقم 2 في دور المجموعات بتبقى صعبه جدا واهم مباراه. دي واحد. 2 اللي بيبقى فيه الاهم بقى، انك انت طول الوقت وانت شغال في حساب المباريتين غير دور المجموعات. دور المجموعات التعادل زي الخساره، لكن لما تكسب بره بتدي لنفسك بونتين زياده، بيبقى عندك 3 بونت جداد. انت فاهمني؟ فانا بقول لك في الوقت الحالي ان المباراه دي مهمه، ولكن بتبقى صعوبتها ان هم بيلعبوا كوره مختلفه عن الكوره بتاعتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طول الوقت احنا لما كنا بنلعب فرق اوغندا دايما كنا بنلعب احنا الكوره السهله اللي على الارض، عشان كده لما بيجوا عندنا مصر بنكسبهم كويس. هم لما بنسافر لهم هناك كانوا بيلعبوك بالكره الطويله والضرب والتخبيط والملعب السيء والجو والمطر والحاجات دي كلها. حكام وبالحكام، وكان في رقابه على الحكام زي في الوقت الحالي، رغم اللي انا شفت في بطوله افريقيا لازم اعاده صياغه للحكام، لان احنا بنتعرض لظلم كبير جدا. يمكن انا شفت في المباريات اللي فاتت، ويمكن اخرها مباراه الترجي، لا في حاجه في النادي الاهلي بيتعرض لها، اللي هي عارف بيستكتروا على ان احنا ناخد البطولات. يعني انا اتذكر، معلش ارجع في الموضوع، اتذكر في ماتش النجم الساحلي اللي كان العرجون اللي كان ماسك الترجي، انا كنت متخيل ان الاتحاد الافريقي في الوقت ده قال لك مش سيطره النادي الاهلي على البطولات والحاجات دي كلها لازم اللي هو الماتش اللي الحكم شديد قناوي في اخر 5 دقايق بنالتي هيجي نكسب. عندهم لعيبه اكتر من لاعب يقع في الملعب وعنده الانذار الثاني بيطلع الانذار الثاني، حسيت ان هو رجع الانذار. يعني خلي بالك احنا بنلعب في ظروف صعبه قوي، احنا عشان تميزنا وعلشان قوتنا فبداوا ياخدوا ايه الحته بتاعت ان هم طول الوقت عايزينك تبقى يعني ما تكسبش وتنطلق الانطلاقه. فالنهارده انطلاقه النادي الاهلي اتمنى ان الحذر مع انك انت تصطاد في كوره مرتده، لكن الخساره هنا لا قدر الله النهارده هتصعب لنا، يعني مش هتبقى الموضوع انتهى، لكن هتصعب لك لما ترجع من الموسم القادم بعد كاس العالم وبعد الراحات ترجع تبدا تعد من تاني وتشتغل. لكن لما نقعد واحنا واخدين 4 بونت اقدر اقول لك احنا بارتياحيه ان ممكن نوصل للدور الثاني قبل النهائي. تمام. كابتن شريف، يعني المدير الفني موتيبي المدير الفني لفريق كامبارا سيتي صرح تصريحات قويه جدا ان هو محتاج او هو هياخد الثلاث نقاط من النادي الاهلي. ده هو يصرح دايما الحاجات دي بتبقى في صالحنا الحقيقه. هو لازم يعمل شحن معنوي للتيم بتاعه، ما عندوش اي حاجه تانية او ما عندوش من المواجهات او من النقاط او اي حاجه في المجموعه دي، هو وصل بشكل انفس اللي هي المكانه دي، فلازم يتكلم يقول انا هكسب الاهلي، هكسب الترجي، هكسب. حتى لو راح يلعب الترجي في الترجي هيتكلم يقول لو معاك حاجه. انا اسف معايا بس سياده السفير طارق سلام سفير مصر في اوغندا. سياده السفير اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الو الو سياده السفير اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ديلي كتير جدا. ماشي
اسف يا كابتن. طيب يلا لغايه اما سعاد شفير يجي. انا زي ما كنا بنتكلم انه كحق مدير فني انه يشحن فرقته وانه هيواجهك وخاصه انه على ارضه يعني. انما مثلا في حاجه اتكلمت فيها انت مع عادل، ثقافه التعامل مع الحكام، ودي حاجه سيفنج لينا او حاجه بتحمينا دايما. لازم يبقى في حديث مع اللاعبين في الملعب ازاي يقدروا يتعاملوا مع الحكام داخل الملعب، لان القائد اللي مش موجود في الملعب او اللي هو دايما بيناول الحكم ان احنا في حق مسلوب لينا بيبقى مش عارفين ناخده، دي برضو دي حرفه. الجهاز الفني هو خارج الخطوط وان هو بيتعامل مع الحكام اللي موجودين بره والحكام اللي موجودين، دي برضو خبره. يعني لازم احنا يكون عندنا الشكل ده. انا شايفه ان شكل مدي فرصه للحكام ان هم بيتحكموا فينا في الملعب دي، ودي اساسها. هو الحكم النهارده كويس نوعا ما، الله اعلم، كمان وشه حلو على الاهلي في جميع مباريات اللي ادارها النادي الاهلي. بص يا كابتن حميد، انت لعيب كوره وعارف احنا بنروح هناك كل الاشياء ضدنا، كل الاشياء ضد اللعيبه حتى هنا كمان، وهنا دلوقتي بقت القصه ما كنتش تكسب بدراعك. طب ارحب بسياده السفير طارق سلام سفير مصر في اوغندا. اهلا وسهلا بيك يا سياده السفير. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. أنت بتقعد تمام يا فندم، الله يخليك، الله يخليك. يعني أكيد مباراة مهمة جدا بتستقبل بعث النادي الأهلي كاملة في أوغندا، فريق كامبالا سيتي، فريق أيضا يعني عمالين نتكلم قبل حضرتك تدخل معانا في المداخلة إن المدير الفني بيقول في تصريحات إن هو عايز يكسب النادي الأهلي. قول لنا حضرتك الأجواء الأوغندية في ظل استقبال النادي الأهلي شكلها إيه؟ والله أنا كنت بتكلم حضرتك دلوقتي وأنا موجود في الاستاد مع الفرقه، تقريبا ما فيش جمهور من الفريق الاوغندي موجود، وقعد يعني بجنيات عدد قليل، وطبيعي ان المدرب يقول كده في اطار التحفيز لعيبه. انما طبعا الاهلي فريق كبير وهم عارفين قدراته وامكانياته وشايلين همه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله النهارده يا رب. يا سياده السفير، كان في يعني كان في صعوبه شويه في الوصول لملعب التمرين في ظل الزحمه الشديده جدا في اوغندا، وكان المهندس خالد مرتجي كان اشتكى شويه من صعوبه الوصول للملعب وصعوبه الرجوع للفندق. والله هو طبعا ظروف الطرق هنا والمرور صعبه شويه كان في كنترول معانا من الشرطه. الصوت يا جماعه. طيب الصوت، حاولوا تجيبوا سياده السفير تاني. يعني سياده السفير طارق سلام، لو ما عرفناش نوصل لك يعني شكرا جدا لحضرتك، يعني برضو بيتكلم في نفس الاطار التنشيط. بنشكره طبعا على استضافته لفريق النادي الاهلي، ودايما كنت عايز اساله في استضافه ثانيه بعد المباراه عاملين حاجه للفريق كده بس. ان شاء الله يرجع يكسبوا ويرجعوا بالسلامه، يعني اهم حاجه ما اسعفناش. وبنشكره يعني على فالثقافه اللي هي ان احنا بنتعامل اصلا مع الحكام واللعيبه نفسها بتفكر زي ما احنا كلنا بنتكلمنا على ان احنا نقدر ازاي ناخد 3 نقاط، دي برضو من الخبرات اللي كلام عليها ربيع وعادل وانت يا كابتن. قلت احنا عندنا شكل واحد النهارده ان احنا لازم نرجع بال3 نقاط، بس ده دي سيناريو خاص، ده ليه احساس اللعيبه بثقتها في نفسها والحاله البدنيه اللي هم عليها. انا ما اعرفش ربيع لما احنا بنروح الفرق لغايه المباراه حالتنا البدنيه بيبقى شكلها ايه. انا ما اعرفش بصراحه، انا ما اعرفش، انا لما بوصل للفرقه دلوقتي عندك اللي هي ناقص وانت عندك البدائل والكلام ده، هو دي الخبرات اللي هتتعامل خلال ال 90 دقيقه ازاي تقدر تاخد من اللعيبه اللي موجوده معاك ومن شكل المباراه ومن اجواء المباراه الماكسيمم بتاعك، ازاي لما تجيب جون تقدر تغطيه تاني مش تحافظ عليه وخلاص، ويجي تفضل هم معاك مشاركينك في نفس ال 90 دقيقه او في المباراه. فدايما كويس قوي ان احنا قلنا ان احنا بلاش يكون عندنا نهتز بالكرات العاليه اللي هي بتوصل لغايه ال 18 عندي وانا بردها وبقالهم شكل من التحكم ويفتكروا نفسهم ان هم اعلى منك فنيا واعلى. عشان كده انا قلت لك من الطبيعي جدا ان لازم كابتن حسام بدري دي طبيعته لما بيلعب بره ارضه بيحاول يخلي لعيبته انهم يضغطوا على المنافس يفقد الشكل اللي هو التفكير ويزهقوا نفسيا ويسلم يقول لك فعلا دول ابطال افريقيا. تمام، افكر حضراتكم بالتشكيل مره ثانيه. محمد الشناوي، محمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وصابر رحيل، ارتكازين حسام عاشور، وعمرو السوليه، وباكا، وليد سليمان، وميدو جابر، ثلاثة تحت الفيرود اللي هو مروان محسن، وبدلاء النادي الاهلي اكرامي وصلاح محسن واحمد حمودي واحمد حمدي وباسم علي واسلام محارب. بعد الفاصل هنسال الكابتن ربيع عن رايه في هذا التشكيل. فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول.
ببطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب تاني طائرة مدين ايمن ثوي ايمن ثوي فرصة فرصة داخل بيبدا فرصة علوية محمد فاروق طارت طارت بيبو 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 دخل بو دخل بو دخل بو وادي الترتيب تصوير وجول جول 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 محمد ابو دريكه المفروض كده بيركز ابو دريكه ويعملها برضه على المرمى الله الله في الثواني بقول هنعملها وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه أهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل استعرضت مع حضراتكم تشكيلة نادي الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي وكنا عايزين نشوف رأي كابتن ربيع في هذه التشكيلة المباراة. كابتن ربيع بص طبعا أكيد إن كابتن حسام بيدور على نقاط كتيرة جدا في ماتش النهاردة عشان يخرج بالثلاث نقاط من شهادة اللي اتعمل منها واحد الهجوم الهجومية مهمة جدا، اثنين الخبرات اللي موجودة لازم يستفيد منها، ثلاثة ثقافة التعامل مع التسعين دقيقة وأحداث المباراة بحكامها بجمهورها بملعبها بالطقس بكل حاجة تمام. ده مهم جدا. اللعب الجماعي، مستوى اللعب الجماعي 4، الفروق الفردية 5، تنظيم الهجوم في الثلث الأمامي، وده ميزة النادي الأهلي إن في الثلث الأمامي لما بيروح بيوصل بيسجل بيوصل بعدد كبير جدا من الهجمات بيسجل منها، وده طبعا دي ميزة في النادي الأهلي رائعة اللي ما بيضيعش كتير جدا حتى في غياب وليد أزار وفي غياب هدافين. ما انا بقول ده اللي مطلوب النهارده المفروض اللي يبقى موجود ان شاء الله باذن الله تعالى يعوضوا غياب اللي موجودين، بنتمنى من كل القلوب ان شاء الله ان يعوضوا غياب المهاجمين. انا قلت نقاط مهمه جدا زائد التركيز على الثوابت على مستوى الدفاعي والهجومي، الدفاعي ان انا بامر الله تعالى ما يجيش فيا، الهجومي في الثوابت في الكره الفاول ان انا اسجل، دي كلها ميزات. الاخطاء دي لقطات من ماتش كامبالا سيتي وتاون شيب يا كابتن رضا. الاخطاء الدفاعيه طبعا تكون قليله بمشيئه الله، دي نقاط فنيه هتتحط في المحاضره النهارده. لو احنا بصينا للتشكيل زي ما قلت انت ده تشكيل اضراري خلاص غياب عدد كبير جدا مؤثر مفيش كلام، ان شاء الله باذن الله تعالى باقى يعوض وليد سليمان وجوده مهم جدا، وليد الفتره الاخيره عامل ماتشات رائعه طبعا وعنده خبرات وله دور كبير جدا ومن احسن مواسمه في النادي الاهلي. مروان طبعا عودته تبقى بقوه، مروان ماتش الترجي كان بعيد لكن مروان النهارده لازم يبقى ليه دور كبير جدا، فخد بالك في الراس حربه الصريح اللي بيعمل شغل رائع في ال 18 وبيستغل اي فرصه عشان يسجل منها ويعزز ويدينا الاولويه بمشيئه الله تعالى. ميدو جابر بقى فرصته النهارده، ميدو جابر لازم يبقى ليه دور ايجابي في الماتشات اللي جاب على فترات كبيره جدا، ميدو جابر كان بيستعين بيه حسام البدري وكان بيثبت وجوده، واخد بالك النهارده ان شاء الله ان اختيار حسام ليه يكون مهم جدا ويبقى له عوده السوليه وعاشور ده طبيعي، اثنين ارتكاز في نص الملعب متفاهمين لهم شغل، حسام السوليه بيتقدم مع المهاجمين بيسجل بيصوب، الحاله الفنيه بتاعته الفتره الاخيره مبدعه رائع مفيش مشاكل، حسام عاشور مسمار وسط خط وسط النادي الاهلي في الترابط في التوجيه في القياده، وحسام خبره كبيره جدا له دور في الترابط وفي مسافه وفي تنظيم الفرقه على المستوى الهجومي الفردي والدفاعي والدفاع الفردي والهجومي، تنظيم الفرقه امتى اروح الكتله ده دور حسام عاشور. شايف مستوى عاشور المباريات السابقه كابتن رضا؟ ما هو مستوى يعني هو حسام له دور دفاعي بحت
مالوش غير كده معلش واخد بالك. فبقى التطوير ده انه يزود. هو الفتره الاخيره خلي بالك بقى عنده تمريرات حاسمه مؤثره في فروق، هي دي الاضافه. انما حسام دوره في نص الملعب، دوره الدفاعي، دوره التمرير، دوره العرضي، واخد بالك، بدا يبص للامامي فتره اخيره. نجيب وسعد طبعا، سعد عودته مع نجيب، نجيب هم دول اثنين مسمارين. هاني لعيب كويس وبيرجع في وقت خد بالك، بما يعني احمد فتحي كنا نتمنى وجوده النهارده عشان فتحي برده مهم جدا، لكن الاصابه صبري رحيل ماشي كويس الفتره الاخيره. اعتقد ان شاء الله التشكيل ده باذن الله تعالى هيكون تشكيل رائع ويقوم بواجباته الهجوميه والدفاعيه خلال احداث صوره على اكمل ما يكون. تمام كابتن عادل، يعني لو الموضوع في ايديك هتختار التشكيله دي ولا ممكن تضيف عليها عناصر؟ لا شوف انا عايز اقول لك حاجه، هي هو ده اللي عند الكابتن حسام في الوقت الحالي. الكابتن حسام بحذافيرها يعني ما عندوش، لا مش هحطها هي، يمكن هو الاقرب للفرقه، لكن انا عايز اقول لك قول لي من وجهه نظرك. انا شايف ان هي المره اللي فاتت المباراتين اللي فاتوا كان فيها لخبطه في الحته الاماميه. كان وليد سليمان كان بيغير مكان باقة، وباقة بيخش جوه، وبعدين ميدو جابر يجي ناحيه اليمين، وليد سليمان عاوز فيها تخصص شويه. هو باقة لا يعني احسن حاجه يلعب فيها ناحيه اليمين مكان وليد سليمان. وليد سليمان يخش هنا هو اللي يتبادل مع ميدو جابر، لانهم الاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال بس. هنا الاهم بقى اللي انا عايز اقوله النهارده، مش لازم الافراد النهارده، الطريقه ازاي. اولا انا عارف ان احنا هنقابل في عندنا شقين، يعني في تضارب بينهم. الشق الاولاني ان انت هتقابل منين وهم بيلعبوا كره طويله، هل انت تضغط عليهم من قدام عشان ما يلعبوش الكره الطويله، يبقى انت كده بتلعب ضهر، او انت هتقابلهم من نص الملعب عشان تعمل الهجمه المرتده عشان تستغل سرعاتك اللي قدام. هي دي اللي عايز اقول لك عليها كابتن عبد الحميد، اللي مع الكابتن حسام البدري اللي هيشوفه في اول المباراه وهيعمله. طب انت تفضل ايه؟ انا افضل لما اكون انا دارس شرايط الفرقه الثانيه، هقول لك ان انا هل رجليهم طويله ومؤثره في الطويل. بص انت اللي بتفتح لي كلام، انت اللي بتفتح لي كلام او اسئله وبتقول بص. طب ماشي. انت بس انت فتحت لي سؤال مهم جدا برضو. يعني هو دلوقتي انا لما تلعب لي الكره طويله لو ما عنديش فيرود كويس ينزل، ده هو ده اللي كنت هقوله لك. هو ده اللي كنت هقوله لك، هو ده اللي انا اكتشفه. اثنين، واحد من الشرايط من مبارياتهم الكتيرة، من طريقة لعبهم. اتنين، من اليوم اللي أنا فيه هشوف أول 10 دقايق استكشاف. المباريات الخارجية بالذات للمدرب أهم ما عنده الشرايط أتفرج عليها ولكن لما ألعب في ملعب الخصم بيبقى اليوم إزاي اللعيبة بتاعتي مستوعبة وإزاي لعيبتهم مستوعبة. أقدر إن أنا أغير بعد 10 دقايق. قادر ان انا بعد 10 دقائق ممكن وانا نازل العب ضغط العب زون، تغير الطريقه. طبعا. لان هيبقى فيها مرونه كبيره. تمام. اللعب اللي مع الفرق العشوائيه مع احترامي للفرقه اللي هنلعبها قنبله سيتي اصعب من الفرق المنظمه. فرقه منظمه مع الفرقه المنظمه تبقى متعبه اكيد، يعني تبقى مريحه. لكن الفرقه العشوائيه اللي بتلعب بالحماس وفي ملعبها تعرفش معمول ده اللي إيه؟ ده اللي بتبقى مقلقه جدا، بس يبقى سلبياتها اكتر من ايجابياتها. فال عشوائيه، في عشوائيه. الحاجه المهمه بقى ان انا المفروض اعملها النهارده كنادي اهلي، ان انا الشوط الاولاني كله ما يدخلش فيا حاجه واهمد الفرقه الثانيه بلغه الكوره. اهمدهم ازاي؟ يوم لما يعلوا علشان الجمهور بتاعه ما نزلهم. بس انا افتكر ان هم ما بيتميزوش بالجمهور كتير، مش عارف الملعب عامل ازاي، يمكن بيبقى عندهم نص الملعب بيبقى مليان بس. فانا شايف ان النهارده فرصه النادي الاهلي الكبيره في الهجمه المنظمه بتاعتنا، فرصتهم هم الكبيره في الكور الثابته. مشكلتنا الحقيقيه في الوقت الحالي مش في النادي الاهلي بس، في الكره المصريه الكور الثابته الجانبيه، لان اللعيبه انا مش عارف، بحس ان هم شغالين على الكورة فقط. لازم يبقى في حتة المان. الواجبات المان. اللي هو الدمج يا كابتن عبد الحميد، الكورة والمان. بص، لا، في مدارس دلوقتي في العالم بتعمل ايه؟ ما بين انك تلعب مان او تلعب منطقة. هتلعب منطقة بتلعب أطوال، بمعنى انك انت الأول هيبقى طوله 170 يبقى التاني 180 علشان الكورة لو عدت تبقى معدية خالص تبقى تلعب بره. العب المان تو مان. أنا شايف إن احنا نادي الاهلي مشكلتنا كانت الفتره اللي فاتت ان احنا عاملين الدمج ده اللي انت بتقول عليه، ما بين انك انت تكون بتعمل زون اللي هو منطقه بتلعب على المنطقه يعني،
في الكور الثابته وما بين انك بتلعب 2 3 بيلعبوا من تومان عشان كده بيبقى احسن لخبطه. النهارده صعبه حته الكور الثابته، اتمنى ان محمد الشناوي يخلصنا فيها. تمام تمام. كابتن شريف، كنت تفضل صلاح محسن ولا مروان محسن؟ انا بفضلهم الاثنين مع بعض، حاله تعويضيه الحقيقه. الاثنين مع بعض بشكل ايه بقى يعني؟ الاهلي يلعب بشكل هجومي، ده انت بتطلب مني 3 نقاط لان بقى عندي فكر معين في تناول المباراه والسيناريو اللي انا هاخد بيه. انما دايما احنا اتعودنا في المباريات الخارجيه، لو الحته دي مهمه جدا يعني، انا يعني لو صلاح محسن على حساب مين لما احنا هنتكلم ونحلل ونقول دي فرقه عشوائيه شويه او فرقه مش على المستوى القوي جدا اللي هو ممكن يهزك او يعمل فيك اي حاجه، لازم انت تبقى طمعان لان انت عندك مشكلتين في المباراه دي. ازاي تنقل نفسك وتروح انت تبقى انت المهاجم، ولازم سرعات عندك سرعات والحاله البدنيه لازم تشيلك. ازاي تخلي سعد سمير ومحمد نجيب يستحمل كل الكرات العاليه العشوائيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي هتوصل. هم دول السيناريوهين اللي مطلوبين مننا. ازاي بنقل فرقتي من نص ملعبي لنص ملعب الخصم اللي انا حاقق فيه 3 نقاط؟ طب ولما انقل الفرقه بتاعتي مش لازم يبقى فيه ناس واقفه مستنيه الكرات العرضيه وكلام من ده؟ هل الحاله البدنيه بتاعتك هتسمح لوليد سليمان يبقى بلي ميكر وانا عارف نوعيه باقه من التحركات اللي هي الفرديه اللي ناحيه اليمين ممكن يمشي ويعمل عرضيه برضه؟ كل الاشياء عندك اللي هي تقدر تعمل لك سبل النجاح اللي هي العرضيات. حتى ميدو جابر ميدو جابر ما هو في ماتش مولانا جاب جول هناك وقلنا احنا نستطيع ان نفوز على مولانا لان مولانا الخطوط بتاعتها متباعده وبيلعبوا كره فرديه ما يقدروش يحققوا قدام النادي الاهلي اي تفوق داخل الملعب. تمام. انما فرقه اوغندا دي زي ما احنا شرحنا الملعب بيبقى ضدك، ما اعرفش ايه تاني غير الكرات العاليه. فانا حتى وانا قاعد بتفرج كده دلوقتي سرحت ان تغطيه الباكين اللي هيبقوا ليبرو بالنسبه لي محمد هاني وصابر رحيل دول اللي هيبقى شغل كبير قوي النهارده يساعدوا فيه سعد سمير، حسام عاشور وعمرو سوليه يستقبلوا الحاجات اللي بنتكلم عنها احنا كلنا في الاستوديو ما تقعش تروح لهم هم. يعني لازم احنا السبورت ده يبقى موجود من نص ملعبنا للديفنس بتاعنا بيريحوا عشان كده يبقى عنده فكر الديفنس بتاعك. متخوف من التغطيه العكسيه؟ انا متخوف من كل شيء. خدت بالك في الحاله البدنيه خاصه فرق اوغندا اثيوبيا الحتت دي والكالتشر بتاع الشكل وبتاع الاتموسفير بتاع الجو والحاجات دي ضد اللعيب المصري بشكل انا لما بروح العب في رادس ببقى سعيد واقول انا استطيع ان انا اعمل نتيجه كويسه هناك. ليه؟ الارضيه تسمح لك انك تلعب الكوره اللي انت بتحبها وانك انت بتلعب. المصري عنده الشكل الايطالي في الدفاع ويمكن كوبر كمان جه ضاف علينا القصه دي وعندنا التعلبه بتاعه البرازيليين شويه. عندنا عندك شويه لعيبه عندهم فكر، عبد الله السعيد عنده حته تعلبه شويه، صلاح عنده السرعه ويقدر يرسل الكرات اللي هي البليسنج ولا يعني احنا برضو النادي الاهلي في نفس بتاع. لو تشوف صلاح هتلاقي وليد سليمان ازارو كان في فرقه النادي الاهلي ومروان محسن يعتبر من منتخب مصر. عندك صلاح محسن عندك صلاح محسن دلوقتي باستعادته بالثقه اللي هو خدها في ماتش اياكس والجول العالمي اللي هو جابه الحقيقه حاجه مبشره، واحنا بنتكلم ان هو هيجي ان شاء الله جاي في السكه زي ما استحملنا كل الفراغ اللي جولنا. فاللي انا عايز اقوله لك ازاي انا دلوقتي الحاله اللي انا مش قادر احللها اكتر من ان انا اشوف فرقتي ازاي في الملعب ده بتنقل نفسها من حاله دفاع لحاله هجوم. هو ده اللي احنا هنتفرج عليه اول هاف تايم ونقدر نحلله يعني. تمام. كابتن ربيع، كنت متوقع وجود ميدو جابر والكابتن حسام من بدري حطه ليه؟ هو الاقرب الاقرب للتشكيل لانه الفتره هو بيعتمد. اهلا بحضراتكم من جديد. اداء فني لا يليق باسم النادي الاهلي من اللعيبه وايضا من الجهاز الفني، ولكن في الشده قبل الفرح احنا ورا هذا الكيان الكبير وده اللي متعودين عليه دايما من جماهيرنا الكبيره. الاهلي بيمر بفتره عصيبه، انا دلوقتي اقدر اقول لكم ان هي عصيبه بس ان شاء الله الاهلي، وخليكم فاكرين كلامي، ان شاء الله الاهلي هيتاهل للادوار النهائيه في كاس افريقيا باذن الله. الاهلي لسه امامه 11 نقطه كؤوس، 11 نقطة كؤوس لسه قدامنا. انا عمال احسبها بالورقة والقلم معاكم، لسه تاون شيب مفيش ولا نقطة خلاص هنفرط فيها او الاهلي يفرط فيها. قدام الترجي ممكن ناخد على الاقل نقطة، وقدام كامبالا سيتي الفريق الهزيل الضعيف جدا 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 اكيد هناخد الثلاث نقاط، يبقى فرصة الاهلي في التأهل فرصة كبيرة جدا. لكن عارف كل الناس زعلانة، كل الجماهير زعلانة، وما تتخيلوش ان احنا كمان يعني بنزعل اضعاف اضعافكم، ومش عايز اقول لكم احنا عاملين ازاي، لكن احنا في الشدة قبل الفرح ورا النادي الأهلي هذا الكيان الكبير وهذا الفريق العظيم.
ومش هنتكلم خالص، يعني احنا مش هنتكلم خالص، لكن هنتكلم عن اكيد هنتكلم عن اسباب الهزيمه ايه والنقاط الفنيه اللي كان المفروض الجهاز الفني يتعامل معاها ازاي، واكيد في مستوى بعض اللاعبين كان ما يعني مش 20% حتى، مش عايز اقول يعني 30-40%، مش 20% حتى، ولكن علامات استفهام كبيره جدا على اداء النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي عادي جدا. احنا زي ما بقول لكم دايما خليكم فخورين ودايما خليكم ورا فرقتكم في الشده قبل الفرحه. ارحب بضيوف الكرام مره ثانيه. كابتن شريف اهلا بيك. كابتن اه كابتن مال. كابتن ربيع اهلا بيك. اهلا بيك. كابتن عادل اهلا بيك. مش عارف اسالك اقول لك ايه بصراحه، يعني اداء او هزيمه غير متوقعه بصرف النظر عن الاداء، انت بتلعب فرقه فنيا ضعيفه جدا جدا جدا، فمش عارف ايه اسباب الهزيمه اللي انت او ايه النقاط اللي انت دونتها عندك في الورق بتاعك. انا هدون ايه غير انه اليوم الاسوأ في تاريخنا، يعني النهارده بنلاقي فرقه مدارس ما عندهمش فكره عن الكوره، بيتنقلوا ازاي الكوره مع بعض، بيدوك الكوره اوت، مستنين هزيمتهم في اول شوط باي شكل. جالك ضرب جزاء حضرتها. انا عايز اقول لك كره القدم لا ترحم، لا ترحم الاداء اللي هو متعالي. انا حاسس ان في لعيبه النهارده واقفه في الملعب بتادي كده مش عاجبها ارضيه الملعب، مش عاجبها الشكل بتاع الكوره، كوره قوي قوي. عنده حافز كده ان هو يكون موجود قدام الجماهير بتاعته قدام بلده اللي هو بيلعب قدامه. فانا ما شفتش الكلام ده عندنا في لعيبتنا احنا. لعيبتنا الحقيقه بتلعب على الواقف، مستعجل جدا من ارضيه الملعب، كنا خايفين من الحكام وبنتكلم على الحكام، طلع اجمل ما في المباراه الحقيقه راجل الحكم، حاجه ما نتمناهاش ولا نحلم بيها. فعلا. ما اعرفش في حاله تعالي كده من اللعيبه وحاله خزيان كده ورضاء بالنقطه ان هم يتعادلوا ده يبقى كويس، ما فيش كلام ده في الكوره. لا ترحم. لا ترحم التهاون، التهاون ده مش موجود في الكوره مهما اتكلمنا. وعندنا درس جامد جدا في مباراه الاسيوطي. الاسيوطي ضاغط 90 دقيقه والكوره بتوديها انت برجلين، احنا اللي بنوديها وبايدينا بتخش فينا جون. فما ينفعش اللي حصل النهارده ده، في وقفه كبيره جدا. طبعا انت اتكلمت في الاداء الفني، اداء فني فعلا بره وجوه. في لعيب النهارده انا بلعب فرقه زي دي زي ما بقريها كويس قوي من الاول شوط اللي كان عندي امكانيه ان انا احرز هدف واثنين وثلاثه اخلص المباراه واستريح باثنين فراوده. لازم الراجل مروان محسن مش قادر يقف. يعني ما لازم يبقى في سبورت جنبه، مش كل مره هطعمه في 20 دقيقه او هطعمه في وقت زي ده. ففي الحكايه مجمله كده على بعض، لا في وقفه كبيره جدا للعيبه وللجهاز وكل حاجه. وعايزين نعرف، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل، عايزين نعرف الناس دي تطلع تتكلم تبلغنا ان في ارهاق زي ما انا قلت لك، في حاله بدنيه احنا مش شايفينها. احنا شايفين المباراه بعينينا، احنا يعني احنا مش شايفين اي اداء يديك فرصه حتى يديك. يعني احنا قاعدين احنا بنتكلم مع بعض بنقول ده لو لعبوا الكوره بس قالوها كده هيوصلوا الجون بسهوله. احنا شفنا الماتش، ما شفناش من الخبرات، ما يكفيكم ان انتوا تعلقوا على الماتش، ما شفناش حتى اي شكل من كل لاعب الحقيقه موجود بيترجم ان انا ممكن اكسب فرقتي النهارده. كل لعيب بيتكل على التاني ان هو اللي يغطي عليه. هو مستغربين لما الفرقه طلعت عشوائيه قوي كده نزلوا هم كمان لتحت اكتر، مش يزيدوا بقى ويدوسوا ويخلصوا. في امكانيات لعيبه غير موجوده كمان ان هي تخلص لك الحكايه كلها. فالحكايه بقت امكانيات لعيبه واراده وفي تهاون في الملعب. كابتن ربيع، هو طبعا فوارق كبيره جدا في الجانب الفني ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الاول طبعا فريق كامبالا سيتي ما كانش موجود خالص بره، كان على فترات كبيره جدا بيدافع وبيهاجم على فترات كبيره جدا باستحياء، ان انا بحاول مع نادي كبير بحجم نادي اشوف الجانب الهجومي ايه، لكن ما كانش في اي حاجه خالص خطيره علينا. انما الشوط الاول الاهلي كان احسن، عنده انتشار جيد، عنده فرص، عنده فرصه محققه لميدو جابر، الكرات ضاعت في بينالتي، ضاع في هدف لباقة برضه في رد ضاع، كان ممكن يفرق. انا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا، انت قلت استغلال الفرص قبل انا خايف. كان مردود الشوط الثاني بقى انخفاض فني ملحوظ غير عادي. أسوأ شوط لتيم النادي الاهلي من فتره كبيره جدا. نتيجه انا من وجهه نظري الفنيه اللي انا شايفها ان في ناس كتيره جدا بدلاء مش بحكم الاساسيين. خلينا واقعيين، لان النهارده انت بتدي فرصه ميدو جابر، بتدي فرصه لباقة، بتدي فرصه واخد بالك لمروان، بتدي فرص مجموعه فرص النهارده. خلينا واقعيين بشكل الانخفاض الفني اللي كان موجود الشوط الثاني هي موضوع. وبعدين قلت لك فروق فرديه يا ميدو. فين الفروق الفرديه بتاع النادي؟ فين الجماعيه؟ جماعيه اللعب النهارده مش موجود. فين الانياب؟ فين الشخصيه؟
في الوقت ده مفيش حاجه فني. احنا لما بنتكلم انه في 45 دقيقه بقول لك الشوط الثاني بقى كان بالا سيتي بشكل رائع، راحت طمعت هددت وصلت عن طريق ثوابت كورنر اكتر من فرصه، لعب جماعي راحوا بهدف. لو الدنيا برضو حلوه واللي خد بالك قلت لك الاخطاء الدفاعيه والتراجع الغير عادي، التراجع الفني لكل الفرق على المستوى الهجومي والدفاعي، التراجع وصلهم لهدف ثاني بنالتي عشوائي ملوش اي لازمه من السوليه، يعني بدل ما ياخدوا الكوره خد رجل الراجل، ده كان هدف ثاني. المحصله ان انا من وجهه نظري ان لابد ان يبقى في وقفه ل ل ل ل لتغيير شكل النادي الاهلي بالنسبه للعيبه، لازم النهارده يبقى في حساب كبير جدا وفي وقفه في مين اللي معايا وفين اللي هيقعد وفين اللي هيمشي في بدايه الموسم الجديد، لان واضح يا كابتن ميدو ان الجانب الفني خلي بالك في ناس خدت فرص كتيره جدا، في ناس خدت فرص كتيره جدا ولا جديد، خدت فرصه في الزمالك، خدت فرص في الترجي، خدت فرص وخد بالك في الاسيوطي، خدت فرص النهارده، وتراجع فني بنسبه كبيره جدا، لازم نعيد حساباتنا مع بعض من اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. كابتن عادل اقول لك احيانا نهايه الموسم بيبقى ليها استراتيجيه خاصه، احنا ما عرفناش نكلمك بمنتهى الامانه، يعني ما اتعملتش بصوره كويسه، النادي الاهلي ما عملهاش بصوره كويسه اذا كان جهاز او لاعبين. بمعنى انا تمام كلامك واصل جدا، بمعنى انك انت لما تيجي عندك اجزاء من السنه المفترض انت كجهاز او كمسؤولين فنيين عن الفرقه وقادريين حتى ودكاتره واحمال وكل الحاجات دي، انك انت بتحلل ثلاث اجزاء الموسم، الثلث الاولاني، النص، الثلث الاخير، واخطرهم على الاطلاق الثلث الاخير. اذا كنت انت وصلت لدرجه انك انت فرقه زي كامبالا سيتي تخسر منها اثنين، فلازم تعرف انك انت تجاوزت الخطوه، بمعنى انا ان مجموعه اللاعبين المتواجدين بيدافعوا عن النادي الاهلي النهارده مش هقول لا يصلحوا، لكن اقدر اقول لك انه مفيش تجانس، يعني معناها ان احنا ما عملناش حسابنا لليوم ده. الفرق الكبيره دائما بتبقى عندها حته انه بشتغل على الفتره الاطول، الاستراتيجيه بتبقى مهمه. الاستراتيجيه بتبقى مهمه، يعني النهارده اقول لك حاجه باختصار اللي انا شفته في الملعب، روح لاعبين ما فيش النهارده ما حسيتش بيها. الحاجه الثانيه اللي يضيع يلاقي، انت ضيعت من ايدك مكسب كبير. ليه المكسب الكبير اللي انت ضيعته؟ علشان رعونه في الاداء في تخليص الجول الهدف. انت بتلعب بره دايما الفرصه غاليه، عشان كده في لعيب غالي ولعيب مش غالي. انت فاهمني؟ فانت النهارده ضيعت فرص كتير منك انك انت تكسب الفرقه دي 3 و4 و5 كمان. فالمقابل ايه؟ المقابل جه انك انت في الناحيه الثانيه اتضربت جولين. الحاجه المهمه تغيير طريقه اللعب والسيستم في وقت قليل قوي. يعني البنالتي اللي ضاع من وليد سليمان، فوليد سليمان اتغير، فغيرت طريقه اللعب ل 4-4-2 هي بتتلعب كده، لان مروان محسن وصلاح محسن لعبوا جنب بعض، خلاك في وقت قليل شلت كمان نزلت لعيبه عدم تجانس. يعني انا عايز اقول لك في يعني انت كنت مضطرب جدا في الفتره، علشان فاكر لما قلت لك كابتن ميدو الفرق الكبيره دايما اللي بتاخد فيها جول قبل في الاستوديو قبل المباراه، قلت لك لما يدخل فيك هدف ما بتعرفش تعوضه في اخر السنه، لانك انت واخد على انك انت اللي بتجيب هدف الاول. هو ده بقى الاستراتيجيه اللي انا بعملها التلت الاخير من السنه، ان انا احافظ على تجانس اللعيبه، على طريقه اللعب، على قوه اللعيبه، على اللعيبه اللي عايزه تعمل حاجه. انت فاهمني؟ انا شايف ان الاعداد النفسي ليهم كان مش كويس في المباراه، شايف الاعداد البدني ليهم مفيش راحه كويسه. الحاجه الثانيه المهمه ان غياب ذهني خالص، وده من احسبها بقى، ممكن تحسبها ارهاق، عدم تجانس، ممكن تحسبها
اللاعبين نفسهم ما عندهمش ثقة في نفسهم. ما انت يا كابتن ميدو في حاجة مهمة عايز اقول لك حاجة، انا اللاعب اللي يبقى منفرد وهدف ممكن يجيب الهدف بثقة المدرب بيه. انت فاهمني؟ ايوه طبعا طبعا. يعني انا طبعا. ما تضغطنيش ابقى مضغوط، عايز اعمل حاجة كويسة انزل، عايز اعمل حاجة كويسة. هو ده الاعداد النفسي للاعب، انك انت تخليه هو نزل ارض الملعب تخليه عنده ثقة في نفسه ما يبقاش مضغوط. تمام تمام. يعني عايز اتكلم تحديدا على التغييرات، واحنا كابتن شريف لما بنوصل لوقت أزمة الحوار بيبقى عارف بياخد شكل من الوضوح شوية. هل التغييرات كانت في محلها؟ هل الكابتن حسام بدري يتعامل مع التغييرات؟ ما فيش حد قال ان التغييرات بتتعمل كلها سليمة، بس هو اللي بيبقى واقف لا لا هو بيبقى واقف على الخط وهو حاسس واقرب مننا في حته تقييم اللعيبه اللي موجوده. انا اللعيبه كلها ما عندهاش نفس تلعب النهارده، يعني هنا واقفه في الملعب كده ما ملهاش نفس تلعب، يعني باكمان يستاهل التغيير. احسن واحد في الملعب كان النهارده باكمان. انا هقول لك حاجه، هو بس بيبقى واقف عنده على الخط شايف حاله لعيب قدامه من قريب منه، هو واقف على الخط شايف انه بيقع بيحصل له داون مش قادر يتحرك، الميكانيزم اللي احنا اتكلم عليه والانسجاميه مش موجوده بين اللعيبه، فممكن يحس ان في لعيب من اللعيبه اللي واقفه دي خلاص مش قادر يدي، ما عندوش نفس يدي، هو بيترجم كل ده لنفسه. حضرتك برؤيتك انت كنت شايف، يعني مش هقول اسوأ، كنت شايف اقل حد في الخطوط الاماميه او في الخط الامامي الثلاثه تحت الفيرود كان مين؟ مرام محسن يعني. لا الثلاثه اللي تحت الفيرود، اللي تحت الفيرود كان في ميدو جابر، كان في باكماني، كان في وليد سليمان. كان والله انا عايز اقول لك حاجه، ميدو جابر هو الوحيد النهارده اللي لعب شويه في الاول وكان بس مش قادر يترجم اي فرصه ولا قادر يعمل اي حاجه. فهو كان ممكن يخرج ميدو جابر، ولازم يعني احتفظ بالفنيات العاليه بتاعت وليد سليمان. وليد سليمان ده من الشخصيات اللي هي تملك ان هو يقدر يبعت اي حاجه من الثوابت، يعمل اي حاجه، يشوط، يعمل. انا انت بتكلمني في حته برضو المفروض ان كلهم زي بعض، يعني انت النهارده ما عادش العد، ما فيش في اعداد للعد النهارده ان انا داخل اخد الثلاث نقاط. الكالتشر، الشكل، الوجه بتاع اللعيبه اللي موجوده في الملعب اللي تجيب لك الثلاث نقاط. احنا قلنا من اول ماتش فرقه زي دي لازم نلعب باتنين فراوده، يعني جاي انت بتتكلم على اخر 20 دقيقه بنخلي منظر الاثنين فراوده، بعد ما كان مروان محسن ده خلاص مش قادر يجري في الملعب، مش قادر يستلم، ما فيش فكر، ذهن واقف خالص، اللعيبه مش قادره تلعب، هل هي حاله بدنيه ولا هل ايه بالظبط؟ فانت مهما هنتكلم على صلاح محسن كان لازم ينزل بدري، احنا قلنا واحنا قاعدين مع بعض صلاح محسن ده من تاني تايم، ادام ما ابتدناش منه وشفنا ان الفرقه دي واقعه في اول تايم ويبقوا اثنين زي ما احنا قلنا كنا عايزينهم، خلاص نبتدي بيه من تاني تايم من اوله، خلينا نخلص، خلينا نشوف بس الحاله البدنيه بتاعتنا اللي شايلانا ربع ساعه في اول تاني شوط، كان الحاله دي تقدر تخلينا على الاقل بنستغل لما بنوصل بنستغل اي حاجه يبقى في شكل ناس. مروان محسن بيجري وبيلعب الكره بالعرضه، مفيش غير باكا ومعدياه في اول شوط، مفيش سبورت جوه، مفيش زياده عدديه جوه منطقه الجزاء تترجم، مفيش نفس انك انت تخش، مفيش النحراره ومفيش النيرف بتاع اللعيبه اللي هي تخلص بقى من الحكايه دي ونجيب جول، بدل ما احنا نجيب جول وقلت لك ونغطيه وما يبقاش معانا الفرقه الثانيه، هم اللي جابوا فيه الجول وشوطه، وده اللي احنا توقعناه. انا وعدي فاكر ما قلنا العاليه بتسقط ممكن يروح هو مسددها، كان لها، لان هم ارادوا ان هم يكون عندهم شيء زي ده، هم دي امكانياتهم، ناس لعبت على قد امكانياتها وكان حظهم طبعا فوق الوصف، وان كان الظاهر اوغندا دي وشها يعني شكلها علينا محظوظ كده زي المقاولين العرب زمان، تنزل تكسبنا اتنين في ارضها تيجي هنا تتغلب 6 7 تديني نتيجه للفرقه زي دي بتيجي تلعبها هنا في مصر تكسبهم كام؟ تلعب على ثلاث نقاط، ما دي المشكله اللي انا بتكلم الكابتن عادل فيها. انا بس عايز اقول لك حاجه، مش اللي هو الكباتن قالوا حاجه انه اللعيبه دي مش لايقه على بعض اللي كانت بتلعب النهارده، اللعيبه دي لعبتنا اللعيبه بتاعتنا دي خارج حدود الخدمه النهارده. وانا كنت بتكلم اللعيبه دي مش عايزه النهارده مش عاجبهم، يعني توليفه مش توليفه مش متظبطه طبعا ومش عاجبهم اليوم يعني وارض الملعب والبتاع، مش احنا بنلعب على ملاعب احسن من كده، احنا انا عارف لاعب كره كده من شكله من جوه بقراه من جوه، عايز الملعب يبقى بيديله، عايز حريه الحركه يجري زي ما هو عايزه، انما هو ده بقى الحاله، الكوره جت نطت لي انا هاخدها كده، انما لو واحد هو جاي زي ما لعب زي بتاع كان بلده كره بتنط له ودخل جامد ضق بطن رجله شريطها وجول بره، ما عندوش حد يساعده ان هو يترجم اي فرصه بتجيله لشكل يعني. والله كابتن شريف عشان نبقى منصفين، يعني انا كنت شايف اللي فيه لعيبه، يعني كنت شايف ان سعد ومحمد نجيب بيلعبوا بمنتهى الجديه، كنت شايف ان هاني بيحاول، شايف صبري يعني كنت شايف السوليه بيحفر هو حسام عاشور في الملعب، شايف ان باكا بيعمل فرق في السوليه كبير جدا، كابتن كنت شايف ان وليد عامل بتقول له
ده حتى الفرديات فيها مش متظبطه، ده على خطوط متباعده. يعني حتى الراجل اللي انت بتتكلم عليه محمد هاني لما كان بيوصل للناحيه الثانيه عشان يلعب كره عرضيه، ما فيش غير مروان واصل ده في وسط اربعه بالظبط، ما فيش سبورت، ما فيش ناس بتساعدك انك انت تخش بالزبط. ما هو يبقى ده ما عندكش انت الاحساس، انت ما عندكش احساس ناس تخش جوه 18 رغبه في الثلاث نقاط. هتتكلم بقى على الجهاز الفني، حط فرقه في اول المباراه مظبوطه وادي الفرقه اللي كانت طليق بهذا اليوم او لا؟ هتتكلم على اللعيبه دي نفسها مالها؟ اللعيبه دي مش انت ما تقدرش كمدير فني يا كابتن شريف وكابتن ربيع وكابتن عادل اكيد عارفين، ما تقدرش تقول شكل الفرقه اللي انت حاططها تبقى عامله ازاي، لكن أيوة. تقدر تشوف بعد ما بتشوف تقدر تقيم حتى لو بعد تلت ساعه نص ساعه ساعه من المباراه. من احد الاخطاء اللي انت ساعتها اتكلمت فيها، لو عايزين بقى نتكلم، انت النهارده شفت فرقه قدامك بهذا الشكل، كان لازم يبقى لك تغيير شكل تاني وسرعه في الاداء، خلي بالك يعني تنقذ نفسك في يوم زي ده من الارض اللي هي مش متساويه، وكان تنزل تهجم عليهم، واحنا قلنا دول ينضغط عليهم من بدري عشان تمنعهم ان هم يكونوا يجوا لك الناحيه الثانيه. انت خلاص بقيت انت زي ما عادل قال بيقعوا من احنا اللي بنقع من الشوط الثاني، احنا اللي بنروح بنستنى بقينا رد فعل في المباراه، فجاه بقينا احنا من المهاجم واحنا الفعل، لان كلنا بقينا رد فعل، كلنا بقينا بنتفرج ايه معقوله الفرقه دي هتجيب فينا جون؟ اه جابوا فينا جون وجابوا ضربه جزاء، وادي برده يعني تاني الم لينا السنه دي ان احنا نفوق شويه من حكايه الاستهانه بالخصم. يعني هو يا جماعه الموضوع ان في غيابات وفي غيابات مؤثره، لكن الاهلي دايما فوق الجميع، وحضراتكم عارفين على ايه الاهلي فوق الجميع، فما تقلقوش لان اكيد في فتره كبيره جدا جدا هتشوفوا الاهلي قوي جدا، وان شاء الله زي ما قلت لكم وبوعد حضراتكم ان شاء الله الاهلي في الادوار النهائيه لكاس افريقيا باذن الله باذن الله باذن الله. لكن في العموم حتى لو في ايقافات ومش عارف الكباتن هيوافقوني ولا لا، لكن انت بتجيب كنادي اهلي البيست بلاير اللي هو احسن لعيب موجود، فالفروقات هتبقى قليله. اه في فروقات لكن الفروقات هتبقى قليله، فكان في الامكان ان يكون الدنيا احسن من كده يا كابتن. بص متخيل نتكلم بشكل بنتكلم واقعي. أكيد احنا بنتكلم في فنيات في ماتش كوره بالظبط، خد بالك 11 ضد 11 بالظبط، لما توصف مباراه وصفها خد بالك بكامل اوصافها بالظبط على المستوى الفردي والجماعي بالظبط، هجوم ضد دفاع ودفاع ضد هجوم، هو ده الصح واخد بالك. خلينا واقعيين النهارده، القدرات اللي عندك ما ثبتتش وجودها في ايه؟ في شكل وتيم تيم النادي الاهلي شكله الهجومي والدفاعي. اتكلم واخد بالك، اتكلم على ضيعت 45 دقيقة من عمر الشوط الثاني، انت كان ممكن تروح وتضيع، لكن هنا لما انا قلت لك الحلول الهجومية مهمة جدا، وقلت لك الخبرات مهمة جدا، وقلت لك ثقافة التعامل مهمة جدا مع الفريق المنافس، واخد بالك؟ امتى اهدي وامتى اعلي وامتى ريتمي، واخد بالك؟ وامتى اقع المباراة وامتى اروح واسجل وامتى اسجلش، وقلت لك التمركز الدفاعي وقلة الأخطاء، واخد بالك؟ هي دي الموضوع، لعيب ضد لعيب. انا من وجهه نظري ان اللي خسرنا الجانب الفني، حلول ابتكاريه وتغيير عند حسام احنا نعرفه من سنين طويله ما عندوش، يعني حسام عنده طريقه واحده بس. يعني انا وجهه نظري مثلا وجود وليد سليمان في العمق راس حربه تاني تحت صلاح محسن لما غير مونو مروان محسن افضل لي انا كتير، لان وليد ممكن في لحظه يضيع بينالتي وكلهم وحشين، لكن وليد احسن وحشين. وليد يبلغ خبرات كبيره جدا، ولا احمد حمدي الخبرات في الموقف ده، انا نزل احمد حمدي في موقف انا فيه احسن وافضل، ده ولا 20 سنه، وليد حاجه و30 سنه، اللي يجيب لي في اقل يعني في ثواني في ثواني. ملوش بيحاول بعيد يعني مش في وقت يجيب لك جول، مش ماشيه معاه، مش بص يا كابتن مش في اي وقت يسجل لي هدف، انا بحافظ على تيمي، بحافظ على شخصيتي الهجوميه، شخصيه لاعبي النادي الاهلي يا ميدو انه في اي لحظه يجيب جول بالظبط، ده الشق الهجومي بالظبط. بقى كان سريع وروح ووجد نفسه فرص وعمل كتير جدا، واخد بالك؟ حسام عاشور خلاص غير بقى يلعب 4 3 3، نزل امورك خد بالك بشكل ايجابي. انما خلينا واقعيين ان احنا الشكل الفني في زي ما قلت في عوامل بدنيه ومهاريه كان لازم تتطور لصالح الدين، زائد الجوانب الخطيه، مفيش النهارده حاجه خططيه خالص، مفيش النهارده ثنائيات يا مين، واخد بالك؟ الشوط الثاني بالذات، الشوط الثاني بعيد خالص، احنا كنا الاهلي بيتهزم ويحصل نتيجه عكسيه نقول لا ده عملنا اللي علينا، لا، فاللي اقصده ان في حسابات لازم تتعاد مع لعيبه معينه، واخد بالك؟ في حسابات تتعاد مع لعيبه معينه، لان ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب دوري وبيكسب كاس وبيكسب سوبر وبيكسب فكره، لان عنده البديل على مستوى واخد بالك اللعيب الاساسي هو ده. انت لما اتواجدت الدكه خلي بالك كانت معظمها
لعيبه على اعلى مستوى كان بيخرج عبد الله وينزل صالح، كان بيخرج واخد بالك وينزل هو ده. فلازم يبقى موجود لان في لعيبه كثيره من وجهه نظر خدت فرص، لازم بقى ندور على اللعيبه اللي تبقى على مستوى اللعيب الاساسي في تيم النادي الاهلي. اكيد اكيد. يعني احنا دايما يا جماعه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، دايما لما الاهلي فيه في مش عايز اقول في محنه، دايما هتلاقي الكلام بيبقى يعني في الجول شويه، الكلام هيبقى هادف شويه. يعني انت بالك قد ايه ما جبتش جول يا كابتن؟ يعني انا بتكلم في العموم، اخر جول انت جايبه ضربه جزاء. بصوا بس يا بيتر اقول حاجه، احنا بفضل الله بطولات 70 بطوله فوز 70 في كل حاجه الحمد لله، ما فيش حد لو قعدنا نخسر 5 10 سنين محدش يحصلنا. لكن بيتكلم بواقع فني عشان زي ما ندي الاهلي حقه لما يكسب لازم برضو احنا قلبنا طبعا. انا كنت بتكلم طبعا مفيش كلام، يعني عشان الناس بس ما تفهمش احنا بنتكلم فنيا. احنا ياما سقفنا للكابتن حسام وياما اشدنا وياما اشدنا وياما 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 وقلنا ان الراجل عمل ارقام لا تحصى ولا تعد، لكن هو للاسف النقاط حساسه جدا دلوقتي، الهزيمه بتبقى حساسه جدا، الهزيمه بتبقى بتوديك في حته بعيده شويه. المباراه دي الاهم بالنسبه له كانت النهارده، عشان كده بنتكلم بشكل فني اكتر، بنتكلم بواقعيه اكتر يا كابتن عادل. ايه اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ هل هي تغييرات؟ هل هي حاله لعيبه؟ ده اللي انا عايز اعرفه، اكيد الجماهير عايزه تعرفه. شوف انا يعني انا كنت مركز قوي في الكلام بتاع الكباتن فعلا يعني وكنت متخيل فعلا ان في اوقات المحنه لعبتك مش كويسة لازم يبقى في انضباط في التغيير. يمكن الكابتن ربيع قال في الكابتن وكابتن شريف اتكلم في حتة التغييرات، يمكن الكابتن ربيع قال حاجة مهمة جدا، قال البدايل في النزول اللي هو وليد سليمان. دي كلمة عجبتني جدا. انك ما تنزلش واحد خبرته اقل في مباراة زي دي. انت بكده بتموته. طب خليني اقف، استنى طيب. استناني بقى علشان الحته دي مهمه جدا. انا انت ككابتن عادل عبد الرحمن وكابتن شريف وكابتن ربيع مدرب واتزنقت رحت منزلني، ايه سبب؟ انت عندك ثقه فيا كبيره. صح اوكي. طب ليه ما تدينيش في اوقات من الاول مثلا؟ ليه ما يعني عارف انا عايز اوصل للحته دي. بمعنى انك انت دلوقتي وصل لك كلامي؟ بص كابتن حسام احنا مش عاوزين نبقى زي الناس اللي هم ايه، لما بنفرح بنفرح قوي خالص، ولما بنحزن بنحزن قوي خالص، ولما نتكلم على واحد نتكلم على واحد بان هو افضل واحد في الدنيا، ولما يخفق نقول عليه اوحش واحد في الدنيا. برافو عليك، ده اللي انا وضحته. احنا بندي احنا بندي كل حاجه حاجه، احنا بنتكلم على مباراه زي ما اللاعب بيلعب مباراه وحشه المدرب بيلعب مباراه وحشه بالظبط، كلنا كده كمدربين بنوصف حاله فنيه. ايوه فنيه. فهو اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه التغييرات ما كانش في محلها، يعني باقة وليد سليمان بعد البنالتي ما غيروش حتى لو وحش. ليه؟ احيانا انا بغير اللاعب، انا بغيره ممكن استفيد منه قدام. لكن النهارده وليد سليمان لما غيره ومضيع البنالتي لو جايب جون اغيره. لكن لو مش جايب جون ومضيع بنالتي والله لازم اسيبه في الملعب طول الوقت حتى لو اوحش واحد في الملعب. ليه؟ علشان انا بكسب لعيب كبير. انا ممكن وليد يتاثر بانه ضيع بنالتي، ورغم ان وليد ما كانش وحش. هو هارد لك البنالتي ضاع في نجوم العالم، في كل النجوم، احسن لعيب في العالم ضيع ضربات جزاء، كل النجوم جزاء، بس انا واخد عليه ان هو شاطها بحته يعني معلمه شويه، معلمه ارتياحيه شويه، كان يجب ان هو يحطها في صيغه اقوى من كده. بس هو دايما بيشوطها كده يا كابتن عادل وبيجيبها اجوان، وبنحييه يعني بيشوطها اقوى من كده. يعني دايما وقفته قصدي البوشنج بتاعه عن الكوره. لكن الحته الثانيه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها في ميدو جاب، الملاعب اللي هي بتبقى خارج في البلدان الافريقيه اللي هي سيئه، ملعب مش حلو الكره ما بتمشيش فيه، انا في رايي انك لازم تلعب السريع. ميدو جابر مش سريع. ده وجهه نظري. ولما اتغير ميدو جابر، لما ميدو جابر فضل وغيرنا الخبره وليد سليمان، وبعدين غيرنا كمان بكماني ونزول احمد حمدي، التغييره اللي هي اسلام محارب في الاخر. طب ما اسلام محارب كان ميدو وميدو وجه واحد مكان ميدو في شويه حاجات. اي نعم ممكن في الاخر
المدرب هو اللي شايف احنا بعيد عن الفرقة مش بعيد عن الفرقة، لكن احنا بنتكلم في حالة فنية. اولا ما شفتش موجة اخرى من تغيير طريقة اللعب، لقيتها 4-4-2 بشكل في ازدواجية في الشغل. لو اتقالت ان هي فضلت زي ما هي اقول لك يبقى في ازدواجية اكبر. عندك المشكلة الكبيرة في طريقة تغيير السيستم بتاعك وانت مغلوب بيبقى اخطر عليك، انت فاهمني؟ يعني 4-4-2 صلاح محسن ومروان محسن وجه واحد، اسلام محارب وميدو جابر وجه واحد، يعني انت 4-2 عندك 4 لعيبه يساوي 2 لعيبه. في كره القدم والتكتيك والمباريات الصعبه الاخيره كده هي لازم نعترف بيها كده. فكان يجب ان احنا نحتفظ بباقة علشان سرعته ووليد سليمان عشان خبراته، وغير بقى اللي انت عايزه في اي حاجه، ومروان محسن وصلاح محسن ما يبقوش في الملعب، لاني مش بكتر الفرويد تعرف تجيب جول. احيانا الناس فاهمه ان لما اكون متاخر انزل 2 و3 فراوده 4 فراوده، لا ده انت بتسحم. لما انا بعمل زون ديفنس بتسحم اكتر في الملعب، انت لازم تفضي بس تفتح الملعب. يعني ممكن تنزل واحد جاي من تحت افضل من انك تحط 2-3 فراوده جوه ال 18، تمام، لانك انت بتلعب مع فرقه ممكن تروح. طيب اخر كلمه عشان ايه رايك ان كان بلسي فرقه فعلا، عايز اقول لك حاجه زي ما قلت انا في البدايه عشوائيه، ما عشوائي الاهداف اللي جابوها زي ما اتفقنا هيجيبوها ازاي، لا كره ثابته، فاكر بتاعت اول شوط اللي هي فلتت دي كانت جول، لا حاجه تتعمل طويله تنزل واحد يدخل يشوط زي ما اتفقنا بالظبط. بس في اكتر من في حاجه هقولها عادل، ده بعد ما جابوا الجول الاولاني ضيعوا جولين كمان، انت خلاص انت بقى التمبريتشر بتاعك واضح. ما احنا اتفقنا يا كابتن، انت كشيت اخر لا مش كشفت والفرقه جابت فيك جون، فده انت خلاص ما بقتش ليك وجود. كشفت يا كابتن، هو اي فرقه كبيره في اخر الموسم صدقني الكلام ده حقيقي يعني ومدروسه كويس قوي، ان تعويضهم بيبقى صعب، لان هو الناحيه النفسيه بتاعته بتنزل. النادي الاهلي بقاله كم مباراه ما بيعرفش يعوض، زمالك، اسيوطي، ما بيجيبش جوان، ترجي، مش ما بيعرفش ما بيجيبش جوان، ما هو ما بيجيبش جوان عشان ما دي مش واضحه للجهاز الفني بيتخطب. ليه بقى؟ عاوز اقول لك انا عشان حاجه مهمه، عشان احنا طول الوقت واخدين على ان احنا لازم نكسب لازم نكسب لازم نكسب وكل حاجه، بس يجب انك انت يبقى عندك السيناريو الثاني، الهويه يا كابتن اللي انت كنت بتكسب فيها، السيناريو الثاني اللي هو فين الهويه، تخسر الهويه اللي سيادتك كنت بتلعب بيها من اول السنه. انا بتكلم عن الرجوع يا كابتن، سيبك من المهم، لا من الغيابات دي مهمه، اصل احنا لازم نحط لهم كمان الرجوع بتاع النتيجه يا كابتن شريف اللي بتكلم عليه. انا فاهم ما هو لا بس انت كنت في شكل، النهارده انت في شكل تاني خالص، انت 4 ماتشات، ما هو انت في شكل وكنت في شكل تاني. انت النهارده عندك، نرجع تاني للحته يا كابتن عادل، اللي هو عندك غيابات مؤثره بجد، مؤثره فعلا يعني. طبعا مش هنقدر دلوقتي بعد اللي احنا بنشوفه ده نقول ان طبعا اللي بره زي اللي جوه، مش قادرين. اقول لك حاجه، بس مش قادرين نعمل كده، اللي بره عندك افضل منهم يعني، ده افضل من اي حد يعني. يعني ما هو ده، ما هي دي انت النزعه مش دي عندك، الاستراتيجيه يعني اللي احنا بنتكلم عليها بتاعه الثلاث بتوع السنه، اللي هو في الاخير انت ازاي تحافظ على كيان فرقتك في الاجهاد وفي الشكل ده وفي ولكن في الاخر انا عاوز اقول لك انا كابتن حسام البدر ادى اداء مميز السنه دي. انا بعيد عن الكلام اللي هو ان ممكن انا يعني اختزله في ال4 ماتشات الاخيره، ولكن دي النادي الاهلي، ما هو احنا واخدين على كده، انت لازم تكسب، انت وان واي لازم، انت لانك انت افضل واحد فيجب انك طول الوقت تبقى افضل واحد. ايوه حتى لما تخسر تخسر خساره مقنعه طبعا، بس اللي هي مخسر اللي هو ايه، هارد لك انت عملت بالزبط اللي عليك. ايه عدم التوفيق بتاع ربيع كويس بالظبط، احنا عدم توفيق انما مش بهذا الكيان الواقف، احنا واقفين جينا في الشوط الثاني وقفنا في الملعب. لا الخصم كمان ضعيف قوي، ده يعني ضعيف زعلني، ضعيف وسحبك للضعف يعني. انا مش ضعيف بالك الليله يا كابتن الشريف، كابتن عادل ان الشوط الثاني مفيش اداء فني، مفيش حاجه خالص. طيب ده انا عايز بس اقول لك على حاجه كابتن، يعني لو بصيت للتشكيله اللي بدات النهارده، محمد الشناوي، محمد هاني، سعد سمير، نجيب، صبر الرحيل، حسام عاشور، السليمي، ميدو جابر، باكا، وليد سليمان، مروان محسن، هات لي واحد عنده اجهاد. ده ايوه ما لعبوش كتير صح؟ مش حد عنده اجهاد. اللي بره مين؟ اللي بره صلاح محسن، حمودي، احمد حمدي، باسم علي، ما ممكن ما يكون صلاح محسن ينزل ياكل النجيله. ايه صلاح محسن ينزل ياكل النجيله،
مروان محسن رجع بعد اصابه وقعد سنه يعني شجعان كوره حتى ما بيلعبش مع اخر واحد انا عندي دوافع كبيره ان انا العب صبر الحين ده معلول كان بيلعب مكانه محمد هاني احمد فتحي. في حاجه مهمه، انت ممكن ما تكونش لعبت كتير لكن ما تكونش عندك الدوافع الكبيره. ولو لعيب النادي الاهلي ما عندوش دوافع، بتكلم على لاعب النادي الاهلي، مش بتكلم على لاعب النادي الاهلي، انا بتكلم على ايه؟ على اللاعب في الوقت ده انت ازاي توصل بيه انه يخدمك في الفتره اللي فيها اللاعب الكبير متعور. انت فهمتني عايز اقول ايه؟ دي بتاعتنا بقى اللي هو ايه؟ اللي طول الوقت انا محضر لا قدر الله واحد هيتعور بعد ثلاث دقايق، لازم وانت شغال تعمل حسابك ان واحد هيتعور بعد ما ينزل بدقيقه. بص عادل، يعني احنا كنا في الاولمبياد في امريكا والكابتن جوهري لعب كاس مصر، كاس مصر لعب المقاولين واحنا ناقصين 7 8 اساسيين في منتخب مصر، وبعد كده المصري لما خدته الكاس خدنا الكاس لعبنا 10 تنفار بمين؟ بمين كان موجود؟ لعبنا 10 تنفار محمد عامر وعلاء ميهوب. النادي الاهلي النهارده بيلعب مباراه، ما بيلعبش على بطوله، بيلعب مباراه على مستوى في الظروف دي والايام دي والاختيارات واللي احنا بنسمعه لازم يبقى على مستوى. فرص كتيره خدتها لعيبه، مفيش الموضوع موضوع قدرات يا جماعه، قدرات فنيه. طب يا كابتن ربيع ما انت عندك لعيبه كتير جدا برضه. ماشي انت عندك لعيبه كتير جدا يا كابتن شريف. ما هو في حاجه اقول لك على حاجه ربيع، على حاجه احنا اللعيبه اللي موجوده مش بتدافع عن نفسها حتى، ما بتدافعش عن اسمه، ما بتدافعش عن كيانه. سيبك ان اللي فيه كيان ومبادئ اكبر ان احنا لابسين تيشيرت النادي الاهلي مع فرقه عشوائيه. هل هو الناس دي مش لامسه الحكايه اللي حصلت في الملعب النهارده؟ الراجل مروان محسن بيلعب في حضن وليد سليمان وساب عمق هجومي فظيع، الاثنين واقفين ورا وهو جاي عندي عند نص الملعب، يعني حتى ما اداش للروح للملعب ان انا لما اوصل الكره ابعتها له. هو مروان متعود على كده من ايام متعود هو يا كابتن، انا من بره الخطوط من بره الخطوط اقول له من فضلك تقف مع اخر واحد في الملعب. دي مهام بياخدها من المدرب يا كابتن شريف. يا فندم يا فندم، انا بلعب، انا بلعب في الماتش بنسى ساعه لما ابقى عايز اكسب المهام شكلها ايه، ده انا بزود المهام بتاعتي. ايوه ماشي، يعني انا يعني لو بلعب بعمل الايقاع بتاعي في الهجوم واعمل ورا وتجي لي الكوره ابقى مركز، واي الكوره لو جات لي دلوقتي هصلح لباك، هصلح لوليد، حلف هاخد الكوره واروح اعمل بيها كده، هعمل سيناريوهات لنفسي اللي هي بتاعت اسمي اللي انا موجود فيها اللي انا بلعب بيها منتخب مصر رايح فيها كاس عالم. يعني في حاجات انا عايز اقولها، احنا ياما لعيبه وياما قلنا اللعيبه بتلعب بس كان عندهم الهويه، كان بيعملوا تعليمات، كانوا الكره بتجي له بيباصي لزميله والتاني بيعمل له مساحات. احنا قلنا على حاجتين النهارده هم اللي كسبوك الماتش، التحركات واللياقه البدنيه بتاعتك، هي دي اللي كسبك اي ماتش تلعبه. طب لو جمهور الاهلي دلوقتي بيسالك بيقول لك في ايه يا كابتن شريف، هتقول له ايه؟ هقول له الغيابات. لا بنتكلم بجد، هقول له الامكانيات بتاعت اللعيبه، مش هي دي الامكانيات، مش هم دول اللي كسبوني يعني في السنه دي. الجماهير من دلوقتي بتستنى ناس زي حضراتكم. انياب راحت مني السنه دي، لا لازم اعترف بقى، انا في انياب طلعت بره الفرقه كشفت الواقع دلوقتي، ما فيهاش اي حاجه ان احنا نعترف بالكلام ده. انياب زي ايه؟ لعيبه. ايه الانياب زي ايه؟ لازم اسميهم يعني، مو عارفينهم يعني. في عندك عمق هجومي مش من الشرايينه، عندك ايقاع في الملعب وظابط ايقاع وراجل بيعمل كل حاجه ولعيب على مستوى عالي مش موجود وملوش البديل. عندك لعيب كان ممكن يبقى البديل اعتزل، كان ممكن يتكرم ويفضل معاك السنه دي كمان ويبقى له وجود. عندك حاجات كتير قوي، ما انت لازم تواجه انت، وكله هيواجه. أيوة على فكره بالزبط. مش شريف عبد المنعم ولا احنا كالاستوديو اللي بنوجه بالزبط. ولا بنقول اعملوا كلهم حاسين بكل حاجه وعارفين اكتر مننا على فكره بالزبط. وكل واحد بيعاني من كل اللي حصل. بتطمن منك، بتطمن من كابتن ربيع، بتطمن من كابتن عادل. خلي بالك كل الناس دلوقتي بتتفرج عليك عشان انا لا اقلق والله العظيم، انا ما بقلقش ابدا على النادي خالص، ما بنقلقش. بس ده اللي انا زي ما قال عادل ربيع احنا هنصفي وهنكسب، بس الكلام ده بعد يا كابتن ما اروح اجيب جول. انا بقالي اربع ماتشات مش انا المبادر، مش انا اللي بجيب الجول، مش انا اللي عندي الدويتات واحنا الجمل. يبقى في حاجه لازم احنا كاجهزه، لا يبقى في مشكله، يبقى احنا في اجهزه لازم تقعد تتكلم وتشوف الحكايه دي. في مشكله، في مشاكل أكيد. بس حضرتك بتقول مشكله مفتاح. لا يعني ان انا اوصل للحته اللي انا فيها دي عندي كذا مشكله، مش مشكلة واحدة. طيب استاذنكم في فاصل، وبعد الفاصل نرجع نسأل الكابتن ربيع ياسين في ايه فريق الكورة.
اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال الكابتن ربيع ياسين ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي برضو انت شايفه، برضو الجماهير عايزه اسباب، الجماهير بتقول كابتن شريف كابتن ربيع كابتن عادل في ايه؟ انا وصفت لك المباراه طبعا فنيا، سير المباراه بالنسبه للشوط الاول والشوط الثاني. انا من وجهه نظري القدرات هي اللي كانت تفصل الاهلي. طول عمره عنده قدرات خاصه يقدر يحسم بيها المباراه في اي وقت. ده اللي شفناه بعيد في اربع مباريات مكرر نفس السيناريو. الشوط الاول بيختلف عن الشوط الثاني تماما، واخد بالك؟ كنت بتوصل كتير جدا وبتسجل، ما بتوصلش. في قدرات فرديه خاصه، في فروق فرديه كنت بتوصل على الاقل. لو النهارده ما فيش اي حاجه ممكن اي لعيب كان يفصلك في اي وقت بتصويبه، خد بالك، بكوره، ببينالتي، بتحرك، بتمريره حاسمه، حاجات كتيره جدا. الاداء الجماعي برضو، احنا قلنا النادي الاهلي اللي بيميزه ان الاداء الجماعي. فين الجماعيه اللي موجوده؟ الثنائيات. الجانب الخطيه كان اكتر حاجه عند المدرب مع اللعيبه هي الجوانب الخططيه. خد بالك، الجوانب الخططيه النهارده تخليك تسيطر على المباراه. السيطره الشوط الثاني كلها لفريق كان بلا سيتي، خد بالك. فين التمريره الحاسمه اللي كان دايما ممكن تتوجد؟ انت بتطور من نص الملعب، عندك نص الملعب كنت بتشغله بتمرير تمرير تمرير تمرير، بتزاي الفرقه اللي قدامك بتحضر لها كويس قوي عشان تنهي هجمه بشكل رائع، خد بالك، وتخلص بيها. ادي حاجه برضو. مع برضو انا برضو في حاجه لازم اقولها برضو، ان عندك في الاعارات كان فيها ناس ما كانش لازم تطلع اعارات، ناس بديله احسن من اللي موجوده. يعني واحد بحجم صالح جمعه ده كان بديل ممتاز ورائع، وفتره كبيره جدا لما نزل الملعب خد وتالق وسجل وصار وغال. خلينا دي واحد. مؤمن زكريا كان بديل رائع وبرده بتتيبي رائع. الاثنين دول مهمين جدا جدا، دول احسن من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في تيم النادي الاهلي دول سنتين. صالح جمعه ومؤمن زكريا مهمين جدا. دي برده انت عندك 6-7 اعارات كتير جدا، وعندك 6-7 اصابات كتير جدا. هو ده اللي حاصل. خلينا واقعيين، ازارو مفيش بديل ليه، عبد الله حسين مفيش بديل ليه، خد بالك، عندنا اجاي مفيش بديل ليه. كان لازم انا احضر لليوم ده. كل اللعيبه اللي قال بيها كابتن ربيع، كل اللعيبه الاهلي اللي في جعبة كابتن حسام بدري في النادي الاهلي، معقوله مش لاقيين لهم بديل؟ يعني كل اللعيبه دي مش لاقيين بديل لاجاي، مش لاقيين بديل لعبد الله، مش لاقيين بديل. هو انت مش عاوزني اقول الكلام ولا هو ده الصح؟ لا طبعا. طب النهارده ما خلي بالك، ما هو البديل بيلعب اربع ماتشات، اربع ماتشات فيها البديل. خلينا، ما هو البديل، ما هو ما انت مشيت وتمام التمام. البديل النهارده عندك انت تلعب البديل يا مين؟ البديل موجود دلوقتي. اجاي اتصاب عشان كده مش موجود النهارده. لو مش متصاب كان زمان، وده مش ده في العرف الكوره ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب ما لا خلينا واقعيين، انت فاهم ازاي؟ لان انا ما ينفعش اعتمد على 13 14 لعيب خلال موسم ونص ويجي البديل هتحتاجه. في نهايه السنه قلت النهارده، لكن احنا جالنا وقت كنا في الاولمبياد 84 7 8 من تيم النادي الاهلي، والاهلي لعب كاس مصر بدون لعب بطوله بدون التوالين وخدها. من مين؟ من المصري البورسعيدي، بالك، كسب المقاولين وهم كاملين. كانش لا فيه هنا منتخب ولا منتخب ولا لعيب من المقاولين ولا لعيب من المصري البورسعيدي، واخد بالك؟ اللي اقصده البديل انت لازم تحضره كويس جدا على المستوى النفسي زي ما العادل، في نفس الوقت الجانب الفني تفهموا ان انت هيجي لك وقت انت هتشيل النادي الاهلي. انت هتشيل النادي الاهلي، احنا مش شايلينه في اربع ماتشات. يعني واخد بالك حجم الماتشات اللي لعبها البديل ما سابتش وجوده يا ميدو. الزمالك مش على بطوله، على ثلاث نقاط وخسرناها. الاسيوطي واخد بالك في بطوله خرجنا بالبديل. الماتش الترجي حاولنا كتير، الترجي احسن شكل واحسن فنيات واحسن سير مباراه، واخد بالك؟ مباراه بصراحه عملنا فيها شكل كويس ووصلنا وكان ممكن نسجل. بصراحه احنا كنا على خلال المباراه كلها احنا الاحسن والافضل واحنا الاقدر، لكن ما كانش فيه توفيق، كله عمل اللي عليه. لكن النهارده الشوط الثاني كان ممكن تخسر باداء، تخسر بقدرات، بتصويب، بثوابت، واخد بالك، بتحرك، بتمرير، بحسم، كل ده مش موجود. مفيش انا بتكلم في فنيات، واخد بالك؟ بالظبط. فخلينا واقعيين في الفنيات، انا مش لاقي فنيات. فلما الاقي بوصف، مش ده مش معناه ان حسام، لا، على حسام على جنب، وفي لعيبه في النادي الاهلي طبعا على جنب ادت وعملت، ومفيش شك ان احنا زي ما قلنا لو عدى خمس سنين نخسر مفيش حد يحصلنا، لا في بطولات ولا في ارقام ولا في اي حاجه. لكن بنتكلم 20 سنه والله العظيم بفضل الله، لكن بنتكلم في سير مباراه، بنتكلم في قدرات خاصه، واخد بالك؟ احنا عندنا وقت كويس قوي عشان نعمل احلال وتجديد، واخد بالك، عشان نظبط الامور. لان الحمد لله النادي الاهلي كبير، والاهلي بمن حضر، وفي اي وقت الحمد لله الاهلي. لكن بيتكلم في فنيات، في قدرات، في شغل فني، مش اكثر ولا اقل. بالظبط. يعني كابتن عادل كنت بتتكلم على العشوائيه، عشوائيه خدتنا العشوائيه اديتهم ثقه. طبعا، ما انا قلت لك الفرقه دي
اخطر من الفرق المنظمه. تحس ان الاهلي بقى اتقلب بقى هو, ما هو اخطر. انا اقول لك حاجه حداشر بطولة يدخل فيه خمس اهداف وما يجيبش ولا هدف. لا قول تاني قول تاني. النادي الاهلي اخر اربع مباريات زمالك اه اللي تلعبه زمالك تمام. اسيوتي ترجي كامبالاسي ب 12 بونت الاربعه خدت بونت واحد دخل فيه خمس اهداف ما جبتش ولا هدف. ما حصلتش. جبت هدف جبت ضربه جزاء في الزمالك او ضربه جزاء في الزمالك. ما حصلتش يا كابتن. 5-1 لا كلام انا اقوله بالبديل. دلوقتي اعمل ايه بقى انا في اللحظه دي؟ اقول لك ان في مشكله. عشان نحلل المشكله مشكله النادي الاهلي في الوقت الحالي هنقول احنا زي ما اتكلمنا قلنا الاعارات مثلا احنا اشدنا بالاعارات احيانا ان احنا خلي الكابتن حسام كان بيغير لاعبين كتير من مباراه لمباراه فلما لما الفرقه خرجت بره الاعارات قلنا ان هو ثبت التيم بتاعه وماشي باداء كويس. لازم نعرف انه اللاعبين اعلى من الدوري المصري. الاحتياطي بتكلم عن الاحتياطي اللي هم بينزلوا لكن عشان يلعبوا افريقيا لازم يبقى عندهم خبرات. او تجانس افريقيا او تجانس هم مش قادرين على دي. اللعيبه نفسها. فايه بقى اللي يحصل في الوقت اللي زي ده؟ اعاده صياغه اللاعب الدولي بمعنى ايه؟ ده ينفع في المباريات اللي بره ولا لا؟ اعاده صياغه الفرقه تاني. طب الكابتن حسام ما كانش عارف كده؟ الكابتن حسام ما كانش عامل حسابه على كده؟ بص الكابتن حسام مر بظروف صعبه قوي. تمام. عنده اصابات كتير قوي. تمام. ولازم نرجع للاصابات. تمام. يبقى عندك برضو مشكله في جهازك. زي ما قلنا ان عندهم ميزه انه كانوا ماشيين كويس قوي بدنيا أوي. لا لازم ترجع للاحمال ترجع للمباريات ترجع للاستشفاء. يبقى في مشكله في حلقه مفقوده عندك. دي واحد. اتنين الناحيه النفسيه حلقه مفقوده عندك. في حاجه هقول لك حاليا احنا كنا لعيبه كوره كلنا يعني لما ما بتلعبش بتبقى زعلان من المدرب. كل لعيبه بيبقوا زعلانين من المدرب احيانا يعني. لا كل ما تقلل اللعيبه اللي زعلانه ها المفروض بتبقى افضل ليك كمدرب. انت فاهم يعني انا شفت النهارده اللعيبه كان عندها حافز يقعدوا اللعيبه اللي هي متعوره. انت عرفت انا عايز اقول لك ايه؟ يعني النهارده كان لازم لكن مش شايفهم عندهم الروح دي. هل هي عدم مبالاه من اللعيبه ولا هل هي مش العيال يعني عايزين اللعيبه يعني عايزه تعمل حاجه انت كويسه؟ انت شايفها ايه؟ انا شايفها ان هي ايه يا جماعه؟ طب اضيف لك حاجه؟ ما اقدرش انت 11 كوره ممكن اضيف حاجه يعني مش شايفينها قله خبره؟ انت نزل عندك النهارده احمد حمدي اسلام محارب اللي اتكلمتوا فيه اديهم في الاول ولا اديهم وانا مغلوب؟ معلش بدون قطع كلامك انت معلش عاوز اسالك سؤال. اتفضل. اجاي حاليا لو بديل؟ لا ازارو له بديل؟ رد بس رد عليا بس يعني شوف يا كابتن في بدله بس مش بالكفاءه دي. طيب يعني انا بتكلم على الكفاءه وبتكلم على الشكل. عم الدنيا رجع لي انيابي. بتكلم على كوره بتكلمك بلغه الكوره اخضلك. معلش عبد الله بمشي ليه هو خلينا واقعيين يا عادل. بس في لعيب غالي يا كابتن ولاعيب ارخص يعني امكانياته في لعيب عنده امكانيات عاليه قوي وفي لعيب ممكن تصلحه لغايه مثلا 60-70% يشيلك مباراه واحده يشيلك مباراتين. لكن دي احنا ما حسيتهاش بالصراحه يعني انا شايف النهارده انه اللعيبه فشلت ان هي تثبت نفسها. دي واحد. الناحيه الثانيه الجهاز ما لعبش كويس الاربع ماتشات الاخرانيين عنده مشكله ما هو بقى يتصرف يشوف هو بيخطا في ايه يعني. كله تعب يا كابتن. كل الفرق بتلعب كده كله تعب يعني كان بلاش يعني انت قصدك انه كله تعب لعيبه مرهقه الجهاز الفني نفسه مش قادر يفكر ازاي ياخد من كل مباراه الايجابيات اللي هي كله تعب
انا عايز اقول لك على حاجه. موضوع كاس العالم عندي اجوبه لاسئلتك بس انا بس انا مش ضيف. لا اتكلم. لا اقول ايه يعني؟ احنا بنتكلم احنا عاوزين نوصل. لما تيجي نفتح موضوع كاس العالم ده انا نفسي مش مصدق ان وليد ازارو ده متعور ولا اجايه ده متعور. انا فجاه لقيت اتنين لعيبه في وسط الملعب كده قالوا اي من غير سبرنت من غير اي حاجه وخرجوا وسافروا على بلادهم انا حاسس ان موضوع كاس العالم ده لا يا كابتن ضيع الدنيا كلها. لا لا من غير ما لا تقول لي لا يا كابتن. لا يا حبيب قلبي بص هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه اسمعني بس اسمعني. انت عنده خلفيه كانت باينه قوي. اسمعني طيب بس اسمعني. اسمعني انا مش بقول تهرب لعيبه مش بقول تهرب لعيبه. بص موضوع كاس العالم ده خلى لعيبه معينه مركزه في الحكايه دي. ده عادي ده عادي. انا خلاص خدت الدوري يا ربيع و فاهم قصدي ورايح العب وماتش الاسيوطي ده اي لعيبه تلعب تكسبه وخليني انا لما ارجع بين الولا يعني في تفكير كده هزم الفرقه الحقيقه. في تفكير اللعيبه اللي خرجت زي ما انت قلت الاعارات هزم الفرقه. الفرقه دي كمان انت مش العصا السحريه في يوم وليله مع زي ما انت قلت عادل بننزل بالحمل كله مع نهايه الموسم. دول اتنين موسم مش موسم واحد. الاعارات تبقى كانت مجموعه ثانيه مش المجموعه دي منهم زي ما ذكرت التين كانوا مهمين جدا. يعني عايز اقول لك يا كابتن ربيع يبقوا اتقل يعني من اللاعبين. لا كان عايز في انياب بتاعته كانت تبقى موجوده كانوا يبقوا اساسيين على فكره يوم اتنين اساسيين. صالح جمعه وزكريا مؤمن. اه صالح جمعه انت عارف قصته انه مش لعيب كويس ولا هو قصته يا كابتن. انا بتكلم على الجانب الفني دلوقتي. هو مش افضل من الناس هنا موجوده؟ افضل من اي حد. خلاص بتكلم عليك يا كابتن. كان التاني لحد ده يروح هو الاعاره وانا قاعد ليه؟ بدال صالح جمعه جات له فرصه العمر بفضل الله تعالى لما حصل الموضوع ده خلاص كان هو اللي هيبقى موجود. وخاصه الراجل ده بديل جاهز فني نزل فرق معاك كابتن شريف لما نزل تالق ونجح بامتياز. يبقى لا ده انا حافظ عليه كويس. مؤمن زكريا لما كانش بيبدا ده هداف في اي وقت. حمودي لعيب ايه؟ وحمودي ما بياخدش حمودي ماتش وماتش يعني حمودي يعني ايه انه يمشي يقرب ويبعد يقرب ويبعد. احمد عشان معانا على التليفون. كريم احمد اهلا بيك يا كريم. انت يا كابتن ميدو جديد طبعا النهارده جات للنادي الاهلي اجواء حزينه طبعا بعد المباراه اكيد مش متوقعه خالص. الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي اللي كان لسه منتهي من لحظات اتسال عن فرصه في البطوله بعد هزيمه اليوم قال الكوره لسه عندنا اربع ماتشات لسه الامور بالنسبه لنا لسه فيها امل كبير. يمكن كمان كان مستر مايك المتيبي المدير الفني لنادي كامبالا اتكلم طبعا عن ان هو قال امبارح في المؤتمر ان انا بحترم النادي الاهلي وكل الاحترام والتقدير لكن انا كنت جاي اكسب وعلى عيبة شباب وكان عندي هدف ان انا اكسب. اللعيبه طبعا يمكن حزينه بشكل كبير. الامور هنا يمكن صعبه شويه كابتن حزام طبعا الظروف والاصابات والامور اللي دي كلها اتكلم عليها في المؤتمر. قال انا عندي فقدان كبير في اللعيبه وعندنا ثقه في اللعيبه الموجوده لكن الخبره بتفرق. في لعيبه لسه صغيره في لعيبه لسه ما اندمجتش معانا بالنسبه للتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. حاول ان هو طبعا يتكلم بشكل كبير عن الفرص القادمه الفتره اللي جايه. قال في اربع ماتشات عايزين 11 نقطه من اربع ماتشات اللي جايين دول. انا حسبتها مع الجماهير ان شاء الله في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه خلال المباريات اللي جايه نطلع الكاب ان شاء الله يا كابتن ميدو اولى مباراه الافريقيه القادمه ان شاء الله. اكيد اكيد يا كريم كل الجماهير واثقه في النادي الاهلي ان هو يطلع من هذه المحنه. يعني اكيد كل الجماهير واثقه من كده لان عارفين النادي الاهلي نادي كبير واكيد عارفين كمان ان في ناس قاعده مش بتهزر. يعني في ناس قاعده بتحسب كل حاجه وبتدي فرص وبتعمل كل حاجه لكن في الاخر اكيد مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع وانا قلت كده في الاول. لكن قول لي الكابتن حسام بدري سبب الهزيمه بايه تحديدا؟ والله هو طبعا يعني قال ان احنا ما كناش موفقين والاسباب بتاعنا كان كويس جالنا ضربه جزاء قبل قابلنا سوء التوفيق كنا احرزنا الهدف فكان هتفرق معانا بشكل كبير. دخلنا الشوط الثاني الشوط الثاني كان اللعيبه ما كانتش مركزه كانوا يمكن زي ما نقول المود بتاعه ما كانش متناسق مع التعليمات اللي كان بيقولها الكابتن حسام. اتسال كمان على التحكيم قال له انت يمكن طلبت بالعداله التحكيميه رايك ايه في التحكيم النهارده التحكيم اللي كانوا متواجدين؟ قال لا التحكيم النهارده ما كانش ليه اي تعليق عليه لكن زي ما بقول لك هي حاله الحزن بس للعيبه لان اللعيبه كانت عندها يمكن امل كبير وزي ما بنقول المواجهات التاريخ الكبير بين النادي الاهلي عارفين ان الكوره ما بتعترفش ايه المستطيل الاخضر لكن من المعسكر ومن سفرنا ومن تدريباتنا اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير جدا ان هي ترجع بالثلاث نقاط لكن زي ما بنقول يا كابتن ميدو فضل الله ما شاء فعل ان شاء الله لسه في فرصه واثنين وثلاثه ان شاء الله النادي الاهلي يعود من جديد ويصحح المسار بالنسبه للبطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله كريم لو عندك جديد اتفضل نستناك. لو في اي جديد لو عرفت توصل تعمل اي حوارات او اي حاجه مع اللعيبه مع كابتن حسام يا ريت تقول لنا. كريم احمد شكرا جدا ليك.
تقريبا على قصه الاهلي موقفه ايه في افريقيا، ده السؤال اللي كان بيتساله حسام البدري. انا ما اعتقدش ان الفرقه اللي احنا لعبناها دي يا كباتن ان هي ممكن تصفي وتطلع علينا يعني. ما اعتقدش ان الفرقه الثانيه بتاعت بوتسوانا دي اوتاتشيب دي ولا حاجه دي تقدر تعديك وتروح. دي اسماء احنا اللي عارفين نحفظها ولا عارفين نتفرج عليهم ولا عارفين اي حاجه. يجوز احنا حصل لنا النهارده حاجه تفوق يعني تفوق الدنيا كلها اكيد اكيد حاجه كويسه، نبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا ويبقى لعله خير يعني. انما برضو احنا مش هناخد قصه اسيوطي دي تعدي سهل كده، ولا قصه النهارده دي تعدي سهل. اكيد اكيد، لان الشكل اللي احنا شفناه ده، ما هو الارض عليا وعليك. الارض وحشه انا حاسس ان اللعيبه مش عارفه تلعب على الارض دي، بس ده عليا وعليك. انا لو في نيرف اعلى من كده شويه ما كانتش الدنيا هتبقى كده، كان كبيرك قوي انك انت ما تكسبش تتعادل يعني، انما بتخسر وبتخسر بالشكل ده. اكيد ربنا ليه حكمه في كده، وعايز يقول رساله للاعيبه النادي الاهلي انفسهم كمان ان لازم يكون في شكل تاني تاخدوه بمأخذ الجديه. اكيد يعني كابتن ربيع كنت بتقول ان مفيش بدائل للعيبه معينه، وانا قلت لحضرتك اسماء زي احمد حمدي مثلا لسه اودونيزي طالبه، اودونيزي احمد حمدي احنا بس يعني انا بكلمك في اسماء بس. طب ماشي احمد حمدي لسه بدري عليه احمد حمدي، وايه اللي عمله خلال كل لسه 20 سنه ما عشان يوصل للي احنا عاوزينه احمد حمدي؟ خلينا واقعيين، محتاج وقت طويل جدا لسه يعني. مش احمد حمدي مش هو بيجي ازاي يا كابتن؟ هيجي مع الماتشات ومع الوقت طبعا، مفيش كلام. انما احمد حمدي قول لي انت اني ماتش اللي رجع النادي الاهلي فيه في اي وقت؟ فمحتاج لسه الخبرات الافريقيه مش عنده، الخبرات اللي تحسم له في اي وقت، واخد بالك؟ انه يقدر نعمل ترابط من النهارده ويبقى معلم ان شاء الله في الكوره بالنسبه للثلث الاخير زي اللي قبله، في الخبرات اللي قبله خد وقت طويل جدا عشان يبقوا كبار ويقدر يفصلك في اي وقت. تمام. فاحمد حمدي محتاج وقت برضه يعني. خير واقعيين اكيد يعني كان في فرصه ياخدها، كان ممكن ياخدها في الماتشات الدوري الاخيره احمد حمدي. هو كان احمد حمدي مشروع لعيب كويس بامر الله تعالى، بس واخد بالك محتاج وقت. اكيد ان احنا الماتشات الاخيره كان لازم ياخد فيها، مفيش مشاكل، ومع الوقت هيبقى كويس جدا ان شاء الله تعالى. اكيد. حمودي دايما لكن ما بنشوفوش في الملعب، بنشوف حمودي مع انه لعيب كويس يعني. انا من وجهه نظري حمودي لعيب كويس جدا، مهاري، بيختار كويس جدا، دريبلين كويس جدا، بيروح على الجول، بيصنع. كان عامل ثنائي خلي بالك في الدوري الموسم اللي فات في اواخره، هو وصالح يسجل، هو يسجل وهو يصنع الاثنين، فاهم ازاي؟ وعلى فترات بس الاصابات كانت بتبعده. ان وجهه نظري حمودي مش لاعب، مش يعني حمودي ممكن يبقى في الملعب، ممكن يبقى ليه دور كويس قوي، احسن من اللعيبه موجود. باسم حمودي باسم باك رايت. انا من وجهه نظري باك رايت يلعب يعني كويس باسم. انا ممكن اوظف باسم في مكان، اصل احنا برضو عندنا ايه التوظيف خلي بالك يا ميدو برضو، والابداع ممكن ما اوقفش باسم ده على الباك رايت بس، فانا ممكن اوظفه في وسط ملعب ديفندر مثلا، واخد بالك؟ اوظفه جناح، اوظفه، ما هي دي الكوره. ما ينفعش في لعيبه خلي بالك قاعده ممكن تبقى افيد وافضل وانضج فنيا من لعيبه كتير في الملعب. عشان ايه احمد فتحي موجود مثلا؟ عشان مركز معين؟ لا، انا ما بقولش لعيبه بمراكز معينه بالظبط. هو ده الجديد اللي المفروض لما ربنا يكرمك وتاخد دوري وتاخد الثقه وتكسر الدنيا هنا من اجل الابداع، عشان تقدر تكسر حاله الملل الفني اللي ممكن تبقى موجوده بداخل الفريق. يعني انا افتكر لما جوارديولا كابتن عادل راح بايرن ميونخ كان عنده مشكله كبيره جدا، كان عنده مولر. يا عم بقول لك كلام فني على اعلى مستوى، حقيقه والله العظيم. قال لك طب قول لي ايه الكلام ده؟ انا بس انا بفتح كلام عشان اكد على كلامك على فكره، عشان اكد على كلامك والله. يا اخي معاك اتفضل. يعني كان عنده مشكله كبيره، كان عنده مولر وكان عنده ليفاندوفسكي، الاثنين كانوا هدافين بايرن ميونخ، كانوا بايرن ميونخ اياميها بيلعب بفرودين وما ينفعش قاعده، ما ينفعش قاعده. فهو اخترع لمولر مكان اللي هو زي وليد سليمان كده، او زي ايا كان اللي بيلعب ناحيه اليمين تحت الفرق. ومولر كان متضايق جدا. انا دايما بحكي الحكايه دي عشان اكد على كلامك خلي بالك، اللي هو اعاده التوظيف شيء مهم جدا في الكوره، ان انا ابقى عندي لعيب بس عندي لعيب كويس ثاني فما اركنوش. انا بتكلم في العموم يعني بتكلم في العموم. فخلى مولر تحت الفرو ده كابتن ربيع ناحيه اليمين، ومولر بقى هداف، جاب اهداف اكتر من الفرو ده الرئيسي واكتر من مكان بيلعب فرو. فاعاده التوظيف دي شيء مهم جدا، واعاده ترقيم اللاعبين. بمعنى انه اللاعبين، انا عندي لعيب كويس ممكن يبقى رقم 11 يعني اغير له مكانه. ما ده اللي بتكلم فيه، اللي هو التوظيف. ايه لو عايز اقول لك انه افضل ناس يلعبوا حلو من وجهه نظري،
بس انت في نادي كبير زي النادي الاهلي يجب عليك انه اللعيبه يكون عندك بتجابه مثلا بتلعب على خمس ست جبهات، دوري ابطال افريقيا مع كاس مصر مع دوري مع بطوله عربيه تدخل فيه حاجات كتير قوي هتلعب فيها، فيجب يبقى عندك مجموع كويس. لكن المجموع مش بالعدد، يعني انت ممكن يكون عندك 30 لعيب ما تعرفش تتصرف فيه، ممكن يبقى عندك 20 لعيب وتعرف تتصرف فيه. ال 20 يخليك تحافظ على احمالك، حافظ على راحتك، حافظ على شغلك التكتيكي لو عندك 20. لما يبقى عندك 30 احتماليه بيبقى في اهمال شويه. انا ما بتكلمش على الاهلي في الايام دي، انا بكلمك على عموما في العموم بيبقى في اهمال شويه في حته اللاعبين. عشان تجيب لعيبه تجيبها بمعنى الكوره، انك انت بس حمود اتكلمنا عليه، حمود انا عارف امكانياته كويس، كان لاعب معاك حمودي، بحس انه لما بيفوق بيبعد، وفي لعيب لما يفوق لازم تديله. يعني ايه يعني حمودي؟ يعني لما يفوق بيبعد، يعني لعب كذا مباراه كويس. انا في الوقت ده حسيت ان حمودي لازم ياخد بقى كتير، خلاص يفضل ياخد، لانه حمودي بيجي لما يبعد شويه حمودي بيبقى عنده مشكله. زي صالح جمعه. صالح جمعه كلنا بنقول، ويمكن الناس تتكلم تقول صالح جمعه عنده مش مشكله كوره، عنده مشكله خارج الكوره. لا، عاوز امكانيه انه يلعب. يلعب بيلعب كتير مع كابتن ربيع ياسين، يلعب كتير. مش لعب معاك كابتن؟ طبعا يلعب كتير. صالح جمعه المعلم بتاع الفرق، اديله بشخصيته هي هي، اديله كتير. اتفضل يا كابتن. ادي لصالح جمعه كتير. بالظبط، لو اديته كتير هيبعد عن حاجات كتير. بالزبط. خلي بالك من النقطه دي. لو اديته كتير وشاركه المسؤوليه وحمله هي حته الايه الياس من اللعب. صالح جمعه مش راجع، مش هيجي تاني، مش هيلعبوه. ما تفضلش نتكلم في حاجه احنا عارفينها كلنا. ليه يا كابتن؟ كده سلوكيا ما بيستمعش كلام، مش مواكب مع الجهاز الفني نفس الطريقه، الانضباطيه اللي انت بتتكلم عليها بره غير جوه، احنا عارفين الكلام ده كله. فخلينا نتكلم ونديهم فرصه اكبر ان هم لازم يدوروا. لو صالح حتى مش موجود، مين اللي هيبقى موجود في هذا الكيان ده؟ نقدر نبحث عن ناس يبقوا موجود. الحمد لله على اعلى مستوى بتخلص. في صفقات على اعلى مستوى بتخلص الحمد لله. لازم هو ده بس انا مش من احنا عايزين هنتكلم في حته كلنا احنا ثلاثه اتكلمنا فيها. مش من انصار اللاعب. احنا نصحنا صالح انا وانت وربيع، نصحنا صالح جمعه نصائح الاخ الكبير ليه والخبره. هو ما كابتن مش عايز من انصار الياس. انا دايما كده، اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا شغال عشان احاول، شغال عشان اعمل لاعب. احنا ما عندناش مواهب كتيره في مصر، احنا كنا بنختبر 80,000 لاعب سنوي، اختبارات من هنا ومن هنا، ونروح بره ونروح جوه في النادي الاهلي. ما كناش بنلاقي لعيب مهاري، ما لعيب خلاص، اللعيبه قلت، النجوم قلت، المهاريين قلوا، اللعيبه الموهوبه قلت. مفيش مانع ان احنا نجرب اكتر من مره ونحاول اكتر من مره، لان في لعيبه موهوبه فعلا، وصالح جمعه من امهر واكتر اللاعبين الموهوبين. بص يا كابتن، القاعده الشبابيه اللي في النادي الاهلي، انا لما اتقلبت بعربيتي كنت احسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا. كويس. خدنا كاس افريقيا سنه من غيري في السيمي فاينل والفاينل. كان في قاعده موجوده ان اي حد ممكن يلعب في المنطقه دي، 3 و4 و5 6 لعيبه. ما كانش في عبد المنعم، شوف عبد المنعم كان بيغيب، كان بتلاقي زكريا ناصف ومحمد عباس ومصطفى عبده وانجرايت. مصطفى عبده لما بيغيب بنلاقي 3 وعلى الخطيب بجنب مش عارف ايه، بتلاقي دايما البدائل الموجوده. عمرنا احنا ما هنوصل ان احنا هنقف على لعيب بنتكلم عنه. في على لاعب، ما هو ده لعيب مشي. عبد الله السعيد عمل لي الفراغ ده كله. عبد الله السعيد لما مشي عمل لي الفراغ ده كله. مش هقدر انا يا كابتن اتكلم على البديل الاوحد اللي هو فلان، اللي هو كان موجود عندي انا اصلا وانا اديته اعاره. في اسباب كتير قوي عند الاداره بتاعتنا والاداره بتاعت النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي تدين اي حد، خدت بالك، مش عايز يحافظ على الوجود بتاعه. يعني ازاي عبد الله الراجل ده يبقى عنده فرصه انه يلعب في كاس عالم ويضيع الفرصه دي من ايده؟ يعني انا ما اعرفش، دي مش قضيتنا احنا النادي الاهلي بس، دي قضيه لاعب نفسه. فاحنا خلينا في القاعده الشبابيه اللي موجوده، ازاي نستغل العقود اللي بتتعمل بره والناس اللي هي الكشافين اللي بيتكلموا وبيجيبوا كاداره وبيأهلوا للاجهزه الفنيه اللي موجوده احسن لعيبه اللي موجوده في مصر. يا كابتن يعني ايه ما فيش يا كابتن؟ ما فيش دلوقتي خلاص. يعني الموضوع، بص، اللاعبين دلوقتي ما بقوش
في مواهب لاسباب كثيره وعديده. انت جبت النبي، انت ما عندكش، خليني ما جبت علي معلول من، خليني بس اكمل، ما جبت علي معلول من تونس. انا بكلمك انت في القاعده اللي انت عايز تعملها في النادي الاهلي وفي مصر، انت ما فيش، انت بلا مدارس بلا ملاعب، شارع ما تعرفش تلعب فيه، اللي كانوا بيطلعوا وبيخرج لك لاعبين افزاز، لكن عشان كده بقوا من اللعيبه بيلعبوا بلاي ستيشن بس. فانت ممكن تلاقي اللعيبه ما فيش، عشان كده بقول لك الموهبه اللي احنا بنلاقيها بنلاقيها بالعافيه، ما بن ما بنلاقيش المواهب. كان مثلا انت بيجي لك النادي الاهلي انت بتقول 80,000 واحد، نادي انبي بيروح له مثلا مليون واحد، نادي الاهلي بيروح له مليون، صدقني ما فيش. هو انا عاوز اسالك سؤال، لا ما فيش ايه يا كابتن، عاوز اسالك سؤال، اللعيبه مش شبه بعض ما عدا افزاز اثنين ثلاثه، كل اللعيبه في العالم كده. اذا كان انت يا كابتن انت بتقول احمد حمدي ده اودونيزي عايزه، أيوة مش كده بالزبط. ده لعيب عندك ما بصمش لسه بالقلم الابيض، وفرقه من اودونيزي ايطالياني ايطالياني عايزاه، ده ما لعبش عندنا، راح على فين؟ مش راح، ايوه هو رايح، انا فاهم هو رايح ورايح عندنا يا كابتن احنا عندنا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، يعني هو هينزل عليه الوحي في اودونيزي، ما هو في النادي الاهلي هنا انا شايف انه ده لعيب من اللعيبه الموهوبه، ما هو ده من اللعيبه الكويسه الموهوبه، مش احمد حمدي، ده من اللعيبه الكويسه الموهوبه تمام، اللي طول عمرنا بنطالب انه لازم يلعب لانه لعيب متميز تمام. لكن انا عايز اشوف في تيم النادي الاهلي او النادي المصري او النادي الاسماعيلي او الانديه في ايام المواهب، كنت بتلاقي 9 في النادي الاسماعيلي، 10 11 في المصري، في النادي الاهلي بتلاقي الفرقه كلها كويسه، في نادي الزمالك بتلاقي الفرقه كويسه، كنت بتلاقي اسماء قويه. ده المنيا كان بيبقى فيه 4 5 لعيبه جامدين جدا، ما كانش على مستوى الامكانيات الماديه دي يا كابتن عادل، الامكانيات الماديه. انا بتكلم على الموهبه يا كابتن، ما هو الموهبه موجوده، كره القدم دور عليها، ما فيش يا كابتن، مش هتدور، طريقه اللعب لا تناسب. يعني انا بكلمك على دلوقتي المواهب قلت، علشان كده حافظ على الموهوبين يا كابتن، ده دور مدرب وحافظ على المدربين، مدرب. حافظ على الموهوبين، دور مدرب ان هو حافظ على الموهبه، انت بتتكلم في موضوع كويس، لازم تحافظ على الموهبه، لازم نحافظ، مش لعيب يعني انت مثلا اياس منه ارميه، انت مثلا كمدير فني لا مثلا دخلنا في حته ثانيه، شريف موهوب انت تقول له لا العب الكره من لمسه، ولا لعب كابتن ربيع يقول له لا انا عايزك تعدي واحد ضد واحد، صح يا كابتن؟ انت كده بتتكلم في صح يا كابتن شريف؟ يعني انت لو كان واحد مدرب مسكك قال لك بقول لك ايه، ما تقعدش ترقص وتعمل لعب واللمسه واحده. كابتن انا بتكلم، انا بتكلم في نقطه واحده، احنا بنتكلم في حاله واحده بس. اتفضل اتفضل. انا جالي احمد حموده في البطل كان بعيد، وكان بعيد قوي دي حقيقه، هو لعيب جامد بس كان ما بيلعبش، وكان فتره طويله ما بيلعبش وكده، حافظت عليه ساعدته، هو كمان لو تسأل رجع كان افضل لعيب في السعوديه. 4 ماتشات عدى عبد الشافي وعدى كهربا وعدى الناس اللي كانت متواجده قبليه بسنه، دي حقيقه لازم عشان كده رجع النادي الاهلي. انت فاهمني؟ هي الناحيه النفسيه بس بتاعت اللاعب، اللاعب ما بقاش اللعيب بتاع زمان اللي هو احنا كنا مش المدربين بيضحكوا علينا باللغه اللي كنا غلابه، اللي هو ايه؟ اللعيبه ما كانش معاها فلوس كتير قوي، خلي بالك، اللي هو كنا لما يتخصم مننا 20 30 50 جنيه كنا نبقى زعلانين قوي، لكن دلوقتي بتسمع اتخصم من لاعب 1,200,000 في سنه. يا كابتن انت كان في بديل ليك في عشرات اللعيب بدلا لينا. في نقطه برضه يا جماعه اتفضل، ان خلي بالك قطاعات الناشئين مهمله جدا جدا. انا النهارده عندي حجب الاعداد اللي موجوده يا ميدو في قطاعات كتيره جدا، في 3 فرق تحت الفريق الكبير بمعدل 90 لعيب، واخد بالك 90 لاعب، يعني عندك 97 و98 و99 مواليد، دول تحت الفريق الكبير، يعني احتاج في اي وقت في انك انت هذه مطالب بالبطولات ماشي، بس ما خلاص الغي الناشئين والغي الشباب. دي يا سيدي انت بتشتري 30 لعيب كابتن ربيع، يا سيدي انت اشتريت، ما انت بتشتري طول عمرك بتشتري، ما انت سياسه الشراء دي من زمان، بس كان فيه انت بتدور على الموهبه، مصر مليانه موهبه، كل دول طلعوا منين؟ من القطاع عندنا 9 سنين اللي فاتت، واخد بالك؟ بس انت ما عندكش صبر، انت سياسه خلي بالك تعيين المدربين دلوقتي عشوائي برضه، خلينا واقعيين، دي المشكله، عشان مدرب يطلع لك ومدرب مبدع ومدرب موهوب ومدرب فنياته عاليه ومدرب عنده شخصيه مش موجوده في الكلام ده. انا شايف المدرب وده اللي حصل في الهرم، بس دي نقطه مهمه، قلبين الهرم، قلبين الهرم يا كابتن ربيع، انا بتكلم في كلام فني مظبوط فعلا، هو ده مهم جدا، اختيار المدرب هيختارك لعيب،
تختار مدرب، تختار لعيبه مين بالظبط، ولا ما انت كنت لعيب صغير بالزبط. وعارفه واشتغلت في النشئ وهيعملك ويطلع فيك ويطلع منك كل حاجه حلوه، اساس اختيار مدرب طبعا. واخد بالك، انما المدرب ممكن يطفش الموهبه طبعا، المدرب ما يعرفش، المدرب ما يعرفش يطور لها، ده اللي بتكلم يروح البيت ما يرجعش، ده اللي بتكلم فيه. كابتن ربيع يقول لكابتن شريف لا انا مش عايزك تلعب غير لمسه ولعبه، كابتن عادل يقول العب براحتك بس انا عايز منك كذا وكذا وكذا. كابتن ربيع هيعرف يعامل كابتن شريف ازاي؟ كابتن عادل مش هيعرف. مدرب الناشئين اغلى من مدرب الفريق الاول بره المفروض، ده بره ليه؟ لان لو حسبها، لو حسبتها اقتصاديا هو اللي يوفر لك الشركه. يعني انت ممكن اخر حاجه طلعوا عندنا اللعيبه اللي كانت طالعه مع حسام عاشور ده من القطاع، عندنا حسام غالي من القطاع، احمد متعب من القطاع، شريف اكرامي من القطاع، خش على تريزيجيه وخش رمضان صبحي والحاجات دي ممكن كلهم شغالين بالزبط. ايمن اشرف بالزبط. احمد منجل اللي بيلعب بره. يعني يا كابتن عبد الحميد انا بيجي عليا اوقات بتفرج على مباراه الاتحاد بيلعب الاسماعيلي بلاقي انا مرنت 10 لعيبه منهم. يعني الموضوع ايه؟ انك انت عندك، بس هي الحته بتاعت انك ازاي تطلع، ازاي كيفيه انك انت احتياجات فرقتك ايه وتطلع قبل ما نشتري. تمام، حكايه امكانيات يا جماعه. الاهلي خسر النهارده بهدفين مقابل لا شيء، خسر بهدفين، الاهلي عنده نقطه واحده لغايه دلوقتي. ازاي الاهلي يرجع؟ ده اللي هنناقشه مع ضيوف الكرام بعد الفاصل. حضراتكم من جديد، كنت قبل الفاصل بسال ضيوف الكرام ازاي يرجع الاهلي او الحلول الاهلي بسرعه. كابتن شريف، الاهلي يرجع ان شاء الله بالخروج من حاله التوتر اللي حصلت في الاربع ماتشات اللي فاتوا دي، حاله فريده جدا ما بتحصلش الا باسباب، والاسباب يمكن احنا كلنا اتكلمنا فيها، غيابات، اصابات، ارهاق لاعبين خارجه من موسمين مش موسم واحد متلاحقين، حاله كاس عالم جايه داخله عليك وحفاظ بعض اللاعبين على انفسهم وعدم الاشتراك في اي مباراه ممكن يصابوا فيها، في حساسيه دلوقتي في اللعيبه اللي انت حتى مستخدمهم بره زي معلول وزي ازارو، دول مهمين قوي اجايب بالنسبه لك. السيستم اللي انت لعبت بيه وكسبت بيه انهار فجاه، وده الشكل الواضح اللي هو احنا شايفينه اليومين دول. فبما لا شك فيه ان زي ما كنا بنساعد بعض وبنأسس الكيان من اول السنه من لعيبه على مستوى عالي يقدروا يعملوا المسيره، انما المستوى العالي اللي انا بتكلم عنه ده هي المسيره واحده بس يا كابتن، انت بتحتفظ بالدوري العام بتاعك والبطوله الثانيه اللي هي كاس مصر، بل البطوله الاهم اللي انت دايما الاول فيها وبتكسب حتى السوبر لما بتلعب اي حد جاي وراك او بيكسب الكاس او بيحصل اي حاجه، هي البطوله الاهم بتاعتك بطوله افريقيا. هو اللي حصل فيك السنه اللي فاتت احنا متخيلين ان السنه دي هتبقى العوده اقوى، انما انت مجرد من جميع الاسلحه كفريق، مجرد من جميع الانياب اللي عندك ومن جميع الامكانيات العاليه اللي هي كانت بتحقق لك انك انت لما بتروح تلعب بره وبتلعب جوه عندك اللعيبه اللي في الملعب الموجوده اللي تقدر تعمل لك الفارق. الفارق بين فريق زي اللي احنا لعبناه النهارده ده والترجي والفرقه الثانيه بتاع باتسوانا دي اللي هي هتلعب النهارده مع الترجي، فلازم تتفرج وتشوف وتشوف انت ازاي تقدر تعود وتربي الكيان بتاعك اللي انت كنت بتكسب بيه بارتياحيه. واسلوب اللعب، اسلوب اللعب كان متركز يا كابتن على لعيبه معينه. راحت منك كل الناس دي، كل الادوات بتاعتك القويه من صانع العاب لعمق هجومي لدويتات بتحصل بين تونسي و اجايه منين من غانا ولا منين نيجيريا. من نيجيريا، نيجيري مع تونسي عامل لك جبهه ناحيه الشمال، احمد فتحي مع وليد او اي حد او باك او حمودي والناس دي كانت بتعمل، عندك البدايل دايما في كل مكان لعيب واثنين وثلاثه، كل ده يا كابتن انت مجرد منه، فمن السهل جدا ان يحصل لك حاله التوتر اللي انت فيها. مشكله لعيبه، مشكله لعيبه الحقيقه. بس كابتن ربيع لا ان شاء الله يتعاد التقييم من جديد بامر الله تعالى، الامور تبقى مظبوطه في زي ما قلنا في اللعيبه نفسها، يعني قدرات خاصه فنيه. انا بتكلم بمستوى فني، يعني حاله لابد ان الاداره بامر الله تعالى ان شاء الله تقعد تدرسها كويسه وتشوف مصلحه النادي الاهلي فين،
والمصلحه اكيد في ان انت الاهلي فوق الجميع. اه طبعا مفيش كلام، مصلحه الاهلي الاهلي فوق الجميع ده بفضل الله، حتى لو مشوا 30 لعيب بالك والاهلي ما بيتاثرش باي حاجه، لكن احنا عندنا بفضل الله اداره على اعلى مستوى، واعيه جدا جدا وناضجه جدا على راسها الكابتن محمود الخطيب. عندنا اداره برضو مسؤول رياضي كبير كابتن زيزو على وعي كبير جدا من الكفاءه الفنيه. اكيد. فاعتقد ان هم بالعقل وبالمنطق وبالحكمه وبالخبرات هيقعدوا ان شاء الرحمن هيدرسوا الموقف ايه ان شاء الله. احنا بفضل الله الموسم ده خلي بالك يا ميدو يعني في راحات كويسه وفي مسافات كبيره جدا في بدايه مش ملتزق زي السنه اللي فاتت او ملتحق، فاكيد الدراسه هتاخد وقتها كويس قوي. ايه اللي هيعملوه بالنسبه للجهاز الفني؟ ايه اللي هيعملوه اللعيبه؟ هو ده ان شاء الله هيوصلوا لاحسن وافضل الحلول اللي ترجع النادي الاهلي النتائج كويسه باذن الله. كابتن عادل اقدر اقول لك انه احنا مش في مشكله قويه جدا على فكره، يعني المشكله انك انت تبقى اضعف من انك تحلها، لكن احنا اقوى من المشكله. يعني النادي الاهلي اقوى من المشكله، ما يعني انت راجل بطل الدوري السنه دي وفرق كويس او ست سبع اسابيع، ف عندك لعيبه كويسه قوي، عندك لعيبه بره جايه لك ترجع لك تاني. هي بس هي الحكايه في ايه؟ ان كمان عندك ادارتك قويه والناس القائمين على الكره أقوياء برضو بيعرفوا ونجوم كويسين وبيفهموا في الكوره يعني اساسا وبتوع كوره. يعني كابتن خطيب مثلا وكابتن زيزو يعني الناس اللي هي مسؤوله ولجنه الكوره وكابتن عرب صادق، يعني في لجنه كوره كويسه قوي. وفي حاجة تانية مهمة، انك انت ازاي تختار الفترة اللي جاية لهذا الموقف. ما انا بكلمك في كده. اه بمعنى ايه؟ انك لما تيجي نختار لاعبين قايمة للسنة الجاية ما ينفعش اجيب 10 لاعبين بيلعبوا ناحية الشمال واليمين، طرف يمين وطرف شمال 10 لاعبين تمام، واجيب باكرايت واحد او اتنين باكرايت. لازم التوزيع صح. مش معنى ان انا اجيب لعيب حلو وخلاص. لا، انا اشوف ازاي انا اجيب باكرايت واحد احتياطي وجوكر يلعب، يبقى عندي الثالث عشان ما يبقاش عندي مشكله. الفروقات ما بينهم الاولاني الاساسي يبقى 100%، الاحتياطي يبقى 80%، ما يبقاش الاساسي 100% والاحتياطي 40%. فنشوف الفجوه الكبيره في المباريات دي، فلازم يبقوا قريبين. ودي معادله سهله جدا في نادي كبير يقدر يجيب ونادي كله بيتمنى انه يلعب فيه. فانا شايف ان هي ما عندناش مشكله، لان احنا اغنياء برجالنا واغنياء باللي بيفكروا لنا، والناس اللي بتفكر كويس، ومش هنقع لان احنا اقوياء. فافتكر ان شاء الله ان كله هيبقى كويس عادي جدا، الايام الجايه تبقى افضل، كل الناس هتتكاتف عشان النادي الاهلي مش نرجع. احنا ما رحناش بعيد علشان ناخد البطوله الافريقيه، عشان نروح نلعب في كاس العالم، والطريق لسه ممهد لي. انا اعرف ان الترجي هو اللي هيصارعنا في الاول على الاول في المجموعه دي، وانا بعلنها قدامكم ان ده مش هيخرج من بطوله افريقيا. النادي الاهلي هيبقى هو والترجي بيلعبوا على البطاقه واحد واثنين ان شاء الله. يعني زي ما قلت لحضراتكم وزي ما قالوا الكباتن الكبار في الاستوديو، ان الاهلي كبير، الاهلي مفيش مشكله حقيقيه حصلت، احنا ما خرجناش من افريقيا ولا هنخرج ان شاء الله، لكن في شويه قلق، يعني في شويه حاجات كده مش مفهومه. اللي ماسكين الموضوع كله بتوع كوره، والكوره عمود اساسي ورئيسي وعمود كبير جدا جدا في النادي الاهلي، اهم حاجه في النادي الاهلي. فاكيد ما تقلقوش ان شاء الله، كل حاجه هتتعمل في الصح، كل حاجه هتروح في الصح. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، ان الاهلي فوق الجميع، فوق اي حد، لعيبه، مدربين، فوق اي حد. وان شاء الله يكون اللي جاي احسن بكتير، وان شاء الله القرار يكون قرار كويس بالنسبه لكل حاجه. لكن النادي الاهلي مليان رجاله ومليان مدربين، رجال عظام في كل المجالات. ان شاء الله ما تقلقوش من اي حاجه. احنا بنتكلم ان احنا خسرنا ماتش في افريقيا، وخسرنا ماتش طلعنا من الكاس، وخسرنا ماتش في افريقيا، ان شاء الله مش هنطلع من افريقيا، لكن ان شاء الله اللي جاي احسن. هنروح لفاصل نشوف فيه اختيارات المنتخب، ونرجع نناقش مع ضيوفنا بسرعه جدا اختيارات مستر كوبر لعناصر المنتخب المصري. يختلف او يتفق ناس كتير على مستر كوبر، يعني نسيب مستر كوبر لاختياراته، هو مرحله الاستعداد لكاس العالم، هو اللي اختار الماتشات، بعيدا عن بقى الناس اللي بتتكلم ويقول لك الكويت وازاي الكويت ودرجه حراره،
ما حدش بيتدخل في شغل مستر كوبر. في مدير للمنتخب مهندس ايهاب ليطة، افضل من تولوا الاداره الكرويه في مصر. في مشرف على المنتخب الكابتن هاني ابو ريده. اي حد يقول لك انه بيتدخل في شغل المنظومه دي يبقى بقول اي كلام. لا، في تنظيم، في احترافيه في الاداء، في احترافيه في الاداره. الاختيارات دي هي عمليه تقديريه يعني 100% للمدير الفني وجهازه. احنا بنقول ان مفيش مدرب او مفيش مدير فني عاوز يخسر، كل واحد بيبقى حريص على ان هو يكسب، فبيختار الفريق او بيختار اللاعبين اللي هو يقدر يلعب بيهم واللي هم يحققوا له الفوز. واحنا نتمنى التوفيق لكل لاعب اختاره مستر كوبر. ايهاب، صعب جدا انك تقول الاختيارات يكون فيها مفاجات، اختيارات انتهت خلاص، الاختيار اختار من زمان، يعني ما ينفعش هو يضيف اي اضافه مهما كان الفرق النهارده. وشفنا كتير كل ماتش لظروف، هو شاف اللعيبه دي عارفها كويس، شافها في كل الظروف. اتكلم على 32 شهر يعني مقارب 3 سنوات، فده حصاد 3 سنين ونجحنا بالاستعداد. اذا كان في تغيير في افادي اماكن نتيجه الاصابات واحد او اثنين لن تكون مفاجاه ولن تكون مؤثره ولن تكون هي الاساس اللي هيبدا بيه. تشكيل موجود والاساسي موجود والاحتياطي موجود، وان شاء الله التوفيق باذن الله. في مجموعه من اللعيبه اللي هو واخدهم الكويت بالذات يعني ثبت انهم مش على المستوى الدولي، هم لعيبه محليين يعني. فانا كان رايي الشخصي ان هو يدي الفرصه لكل اللعيبه اللي هو مختارهم 100%، يعني ما ياخدش الكم ده، لان الكم الكبير ده هيشتت ذهنه ومش هيخليه يركز. انا كان تمنياتي انه كان ياخد المجموعه اللي اتجربت قبل كده وثبت انها لا تؤدي على الدولي، ما كانش ياخدها. ياخد المجموعه اللي هي احنا شايفين كلها على الساحه انها على المستوى الدولي وتقدر تأدي، زائد المجموعه الكبيره المحترفه اللي بره، كلهم على قد المسؤوليه وكلهم على مستوى متميز جدا. وان شاء الله باذن الله نعدي الدور الاول بنجاح باذن الله يعني. طبعا احنا في البدايه بنساند كلنا مستر كوبر والجهاز الفني بتاع منتخب مصر، بس اعتقد يعني ان بان برضو او اكد لنا دايما ان هو بيبقى له قناعات معينه في الاختيارات. الناس اللي بدأت معاه من التصفيات وكملت معاه في أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، هو بيبقى له قناعات بلعيبة معينة بعينها، حتى وإن كانت اللعيبة دي ما بتلعبش الفترات الأخرانية، ولاحظنا في بعض المراكز إن هو واخدها معاه. فهي هتصفصف في الآخر برضو على المجموعة الأساسية اللي بدأت معاه من البداية وهو حابب إنها تفنش معايا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كان هيكتور كوبر اختار 29 لاعب لكاس استعدادا لكاس العالم بروسيا. عصام الحضري من التعاون السعودي، واحمد فتحي من الاهلي، شريف اكرامي من الاهلي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا من رائد السعودي، واحمد المحمدي استون فيلا، وعبد الله السعيد الاهلي، محمد عبد الشافي الفتح السعودي، احمد حجازي وست بروميتش، ومحمد النني الارسنال، ومحمد صلاح ليفربول نجمنا المصري اللي مشرفنا كلنا، ومروان محسن من الاهلي، وعمر جابر لوس انجلوس الامريكي، واحمد حسن كوكا سبورتنج براغا، وسعد سمير الاهلي، طارق حامد الزمالك، محمود عبد المنعم كهرباء اتحاد جده السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه، قاسم باشا، وعلي جبر وست بروميتش، ورمضان صبحي ستوك سيتي، سام مورسي ويجن الانجليزي، وعمرو ورده تروميسيو اليوناني، ومحمد الشناوي الاهلي، وايمن اشرف الاهلي، كريم حافظ لانس الفرنسي، ومحمد عواد الاسماعيلي، واحمد جمعه المصري، عمرو طارق اورلاند سيتي الامريكي، ومحمود حمدي الونش الزمالك، ومحمود عبد العزيز الزمالك. دي كانت قائمه هيكتور كوبر اللي ضمها لمعسكر المنتخب. والله هقول لك على حاجه، مستر كوبر هو اللي وصلنا باللعيبه دي لنهايه كاس العالم، فعلى مستر كوبر ان هو يختار اللعيبه اللي يشوفها. مهما احنا قلنا فين حسين الشحات وفين بعض اللعيبه اللي هي جادت في الدوري العام وهو اختبرهم في مباراتين بتاعت بلغاريا واليونان، بتاعت البرتغال واليونان، انما هو الراجل صاحب القرار بتاعه. احنا مش هنقدر بقى لا نلمح ولا ننوه ان احنا محتاجين فيرود شكله كذا وبتاع. القاعده العريضه اللي هي موجوده في مصر هو اتفرج عليها كلها وشافها، نافذها على الدوري
نافذة على الكأس اللي بيحصل فيه والفاينل بتاع النهاردة، وهل هو عنده إحلال وتبديل أو بيدفع غرامات؟ أنا معرفش إن هو ممكن يدخل لعيبة بعد كده غير 29 دول اللي نقاهم ولا هي، أنا مش عارف. عنده كده يبقى عنده برضو شهر لغاية دلوقتي لغاية ما بيبعت القائمة. فهو راجل في ظل التجارب اللي هو بيعملها دي له كافة الصلاحيات وكافة الحقوق إن هو يختار أي لاعب يخوض بيه الثلاث مباريات الأولى قبل التصفيات. تمام، يعني هو في الاخر يا كابتن ربيع هيختار 23 لاعب وفي 6 لاعبين هيبقى زي كده يعني احتياطي يفكر فيهم. هو مستر كوبر نجح بامتياز مع منتخب مصر، الكلام ده قلناه من قبل ما نوصل لنتأهل لكاس الامم بالجابون ونوصل النهائي، وفي نفس الوقت بقى 28 سنه ربنا يستر والله ربنا يستر، خد بالك. فالخبرات اللي موجوده عنده بعد النتائج دي كلها ما فيش، هو اللي عارف مين اللي يصلح مين اللي يصلح، هو عارف مين الاساسي مين الدولي من المحلي. فانا من وجهه نظري ان نترك مستر كوبر يختار براحته، خد براحتك، واحنا شايفين ان الراجل بدور المصلحه بدور النتائج عاوز يكسب. لما كان في اضافه فنيه حاسه انه محتاجها زي شيكابالا ضمه، احنا اول مره نشوف شيكابالا في منتخب مصر فتره كبيره جدا، خد بالك. فهو الراجل بخبراته الفنيه ودماغه كبيره جدا اميده ونتائجه وشخصيته وشغله تقول ان هو بامر الله تعالى ان شاء الله هياخد احسن 23 لعيب في مصر كاس العالم ان شاء الله تعالى. كابتن عادل، انا شايف ان هو راجل ذكي، انه لعب ماتش البرتغال وادى ماتش اليونان للعيبه اللي هم اللي بعدهم دلوقتي نجح ان هو يعملها. الحاجه الثانيه هو ذكي ان هو واخد 29 لعيب حاطط 6 هو عارف انه هيمشيهم، يعني هو صفى دلوقتي. يعني ده وجهه نظري ان مستر كوبر خد الناس اللي هو هيمشيهم عشان ما يعملش مشكله. في لاعبين تقدر تعمل مشكله وبلبله للمنتخب انك انت تمشيهم، وفي لعيبه اقل شويه هتبقى ما عندهاش مشكله. فيمكن مستر كوبر من وجهه نظري خد ال 23 لعيب اللي رايحين كاس العالم والسته اللي موجودين الاخرين دول هو اللي واخدهم عشان يمشيهم عشان ما يبقاش عنده مشكله. حسين الشحات ده واخد 29 دول يا كابتن عادل، وفي 6 حاططهم يعني زي ويتنج ليست كده، غير ال 29 كل دول قصده 23 هياخدهم. هو كوبر كلاسيكي ونمطي، عنده 23 عارفهم هياخدهم. طب وحسين الشحات غير جدير بضمه المنتخب؟ مش حسين الشحات بس، لكن حسين الشحات ممكن تقول عليه عشان انت عارفه، هو مستر كوبر ذكي في دي. هو مستر كوبر لعيبه ماتش اليونان زنق اللعيبه في ماتش اليونان ايه؟ ضحى بيهم ليه؟ عشان ما نقعدش نقول عايزين عواد، عايزين حسين الشحات، عايزين كذا، عايزين قفشه، عايزين كذا. ده ذكاء. هو مدرب كده، ده فكره. اوكي. هو بيخاطب مين هو؟ هو بيخاطب مين؟ بيخاطب الشعب اللي فاهم. لا، في حاجه مهمه، لا الشعب فاهم، لكن هو بيخاطب مين في دي؟ بيخاطب الناس اللي عماله تقول ما بتلعبش ده ليه؟ ما بتجيبش ده ليه؟ ما بتعملش ده ليه؟ هو بدأ يبقى في عنده ذكاء في حتة التعامل، بدليل انه ضحى باللاعبين المتواجدين في ماتش اليونان، لعبهم من غير تجانس من غير اي حاجه، اول مره يلعبوا دوري ماتش قوي. في الاخر حصل ايه؟ لما ما اتاخدوش اللي حصل؟ الناس ما اتكلمتش، الناس بتوع الكوره بس هم اللي شويه اللي يتكلموا. طب انت شايف المنتخب زي ما انت تقول لي فين؟ انا شايف ان المنتخب يعني عندنا حته محمد صلاح ما شاء الله، ربنا بس يديله العافيه يعني ويبعد عنه الاصابات، ده اهم حاجه عندنا يا رب. لانك انت مع كوبر من غير صلاح هتتعب جدا، لان هو انا قلت لك قبليها كلاسيكي، ما عندوش الا حاجه واحده محمد صلاح. ننقل ونلعب على محمد صلاح، يجب انه يعمل طرق اخرى جنب محمد صلاح، علشان لو محمد صلاح الفرق هتلعبه زي ما لعبوه في الماتشات الاخيره اللي محمد صلاح بيقف وبيخبطوا فيه، وهتشوف مع ريال مدريد هيحط واحد وراه، فالفرق اللي موجوده هتيجي تعمل كده. لازم يبقى عندك بدايل في الطريقه بتاعتك. عادل، اقول لك على سر قول بسرعه عشان احنا خلاص. كوبر الاجانب كلها والناس اللي هي قائمه على المراهنات وكده مرشحين مصر واورجواي في التصفيات. طب يا رب قبل روسيا يا رب ان شاء الله، نتمنى من قلوبنا ان شاء الله يوم الخبر يعني. ان شاء الله عندك امكانياتك. نورتني انت وشرفتني وهارد لك، وعايزين نعدي من الازمه دي ان شاء الله بكل خير باذن الله. كابتن ربيع نورتني. شكرا عادل. شكرا يا كابتن، الله يخليك. ان شاء الله ما تقلقوش على النادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي يرجع ويرجع بقوه. كمان احنا بنتكلم في حاجه يعني تعثرات، ما خرجناش من افريقيا، ان شاء الله مش هنخرج. ان شاء الله اشوفكم على خير، مع الف سلامه.